السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير، كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ان شاء الله قرب حلول عيد الفطر، كل سنة وانتم طيبين جميعا، عاده الله علينا جميعا يا رب بالخير. ان شاء الله هنبدأ دلوقتي المحاضرة. اعتقد ان انتوا بما انكم رديتوا عليا يبقى انتوا سامعيني كويس، الصوت واضح. طيب طيب ماشي. طيب السكرين، الشيرينج بتاع السكرين واضح قدامكم؟ شايفين البرزنتيشن يا شباب؟ الشاشة سودة؟ لا مفيش حاجة باينة. شاشة. طب باين كده؟ كده يعني. طيب تمام. طيب أنا عايزة أبدأ المحاضرة بأن أنا عايزة أسألكم سؤال مهم يعني. إحنا مسميين الجروب بتاعنا على الواتس إن أو إحنا أي جروب يعني عموما، جروب كذا أو جروب كذا أو جروب كذا، خلينا ناخد بالأخص الجروب بتاعنا في المادة بتاعتنا، فإحنا مسمين نفسنا جروب أو سيكشن 6 أو جروب 6 يعني. فحد سأل نفسه يعني هما ليه مسميننا جروب؟ عندنا في جروب 1 وجروب 2 وجروب 3 لغاية 8، كل جروب متسمي باسم جروب ومدين له رقم، تمام؟ ليه سموه جروب يعني؟ يعني ما حدش فكر هل لأننا ايه او ايه او ايه، ولا هي مجرد تسمية كده بياخدها اي مجموعة من الناس؟ ممكن تفكروا وتردوا عليا في السؤال ده. أنا منتظرة ممكن يا ليه دكتور أول ممكن حاجة؟ نطلق على الجروب. أستأذنكم بس اللي يتكلم هيقولنا اسمه كالعادة طبعا ويقول رأيه. تمام يا دكتور، أنا اسمي أفنان مصطفى، ورأيي في الحتة ديت يعني إن هو مجموعة أو جروب أو معناها بالعربي يعني بالنسبة لنا إحنا معناها مجموعة، يعني حاجة جامعة، يعني مش حاجة يعني فردية أو حاجة فيها حاجة واحدة بس، لا ده جامعة الأشخاص دول مختلفين بقى في كل حاجة، كل شخص بكل حاجة تخصه يعني، فهو مجموعة جاية من جامعة أو حاجة جامعة يعني، يعني بتشمل حاجات كتيرة مختلفة لكل شخص يعني مشترك في الحاجة ديت أو في المجموعة ديت، بس كده. تمام يا أفنان، يعني انتي قصدك تقولي ان كلمة جروب معناها ان في عدد، مش حاجة individual، مش حاجة واحدة بس، في عدد يعني اتحط في بوتقة واحدة والعدد دوت مختلف مع بعضه، له يعني ممكن يكون له characteristics مختلفة، كل واحد مختلف عن التاني في حاجة. ده رأيي برضو، انا معاكي فيه. هل في حاجة تانية ممكن تميز كلمة جروب مجموعة؟ يعني أفنان ركزت على فكرة الجروب كعدد، كأن هو مش شخص واحد. طيب حد تاني شايف الجروب من منظور آخر هو يا يا دكتور شباب؟ دكتور خليل بدل محمد عبد منك، الرازق، اتفضل هو احنا ممكن اتفضل. نقسمه طريق جروبين عبارة عن حاجتين، يعني اللي هو جروب مثلا عبارة معاك انت واصحابك مثلا بس وكده، يعني مش حاجة عامة،
وفي جروب تاني تبع كلية مثلا أو تبع شغل تبع حاجة يعني. مهم. تمام، يعني انت عايز تركزنا على فكرة انواع الجروب، ان في جروب فورمال رسمي زي جروبات الشغل والدراسة، وفي جروب انفورمال حاجات غير رسمية زي جروبات الفريندز الاصدقاء او الفاميلي العائلة، اللي هي الجروبات الودية الغير رسمية. دي نقطة مهمة طبعا، ان انواع الجروب بتختلف عن بعضها، مش كلها جروبات شغل مثلا، مش كلها جروبات دراسة، مش او في كمان مجموعات خاصة بالأصدقاء، بالأسرة، بالترفيه، مجموعات ترفيهية، مش كلها مجموعات رسمية. دي نقطة مهمة. كان في كمان زميلة عايزة تقول رأيها. لو سمحت أدرك حضرتك بدأ من بدري. لا، أنا لسه في أول المحاضرة، بنمهد للمحاضرة من خلال أو بنمهد للموضوع بتاع المحاضرة من خلال الانترودكشن، في ان احنا بنسأل ايه وجهة نظرك في كلمة جروب، يعني ايه جروب، ايه اللي بيميز كلمة جروب لو تفتكري؟ يعني على على ما ما اعتقد عندك سؤال مش انا، انا دكتورة هسمع بس ايوه. معاك أحمد عبد الله. اهلا يا احمد. الجروب ممكن يا دكتورة يتكون من عدة أشخاص، 3 أشخاص أو أكثر، أيوة ومسوين جروب بهدف لهدف معين. الله ينور عليك، دي نقطة مهمة. عندنا أفنان قالت إن الجروب ده مش شخص واحد، عشان أقول جروب لازم يبقى فيه عدة أشخاص، والأشخاص دول قد يكونوا مختلفين عن بعض في مواصفاتهم. فمحمد عبد الرازق أكد عليها وقال كمان إن الجروب دوت مش لازم يبقى حاجة رسمية، ده ممكن يبقى فيه فورمال جروب وفيه انفورمال جروب. أحمد عبد الله دلوقتي بيضيف لنا نقطة مهمة جدا، إن الجروب ده لازم يكون له هدف، لازم يبقى فيه جول كلنا بنشترك فيه كأعضاء للجروب، يعني ما ينفعش يبقى فيه جروب كده بلا هدف. الهدف ده قد يكون هدف دراسي، هدف مهني، هدف ترفيهي، ايا كان نوع الهدف بتاع الجروب، بس لازم يكون في هدف. ماشي، شكرا يا احمد. اتفضلي، انت كنت بتقولي لي حاجة قبل ما احمد يتدخل، انا مش عارفة اسمك. أنا رشا ايوه دكتور، كنت هقول اللي كان اتفضلي، زميل حمد. اتفضلي يا رشا، قولي تاني مفيش مشكلة. لا كنت هقول إن الجروب مش ملوش عدد معين، والأشخاص نفسهم ليهم مميزات ومختلفة عن بعضهم، لكن كلهم بيجتمعوا على نفس الهدف. تمام، يعني حتى لو الأشخاص زي ما رشا بتقول مختلفين عن بعض في الباك جراوند بتاعتهم أو كاركترستكس أو مواصفاتهم، إلا إننا في الآخر كلنا لازم بيجمعنا جول واحد، شيرد جولز، أهداف مشتركة، مش كل واحد له هدف لوحده، لأ كلنا بنجتمع على أهداف واحدة عايزين نحققها. جميل جدا. طب ممكن حد يضيف لنا حاجة مختلفة؟ أيوة أنا يا دكتور تفضل. يحيى محمد. عادتك الجروب ممكن يكون مجموعة أو فئة من الناس، فئة من الناس يعني بيرقصنا، يعني مثلا دكتور واحد أو مثلا زي دكتور أسماء بتوزع علينا التعليمات وكده. انت قصدك ان يكون في ليدر للجروب، او في بنسميه كونداكتور، أو يعني المسؤول عن الجروب. ممكن يبقى الدكتور، مش شرط الدكتور، ممكن يبقى ليدر منكم زيك مثلا، انت ليدر لزمايلك، أيوه يعني المفروض بتورجنايز التاسكس. هستأذنك تقفل المايك بعد اذنك يا يحيى. بتوزع المهام عليهم، بتتابع سير العمل، بتاخد فيدباك منهم، بتوصل لي لو في مشكلة بتوصلها لي، لو في ليهم رأي معين بتوصله لي، بتحاول تاخد مثلا الغياب، بتحاول تحل أي كونفليكت بتحصل، ده دور الليدر. فأنت كليدر لزمايلك بتقوم بالمهام دي، وهنعرف ايه مهام الليدر النهاردة إن شاء الله في كل مرحلة من مراحل تطور الجروب. وفي كمان في الجروب ميمبرز، الأعضاء بقى، مش بس في ليدر، في الممبرز الأعضاء العاديين،
والأعضاء كمان بيكون لهم أدوار، مش كل الدور بيبقى منصب على الليدر، لأن في ناس كتير بتفهم غلط يا شباب، إن لما يكون في جروب وعندنا ليدر يبقى الليدر ده مسؤول عن كل حاجة. لا، الليدر له مهام والممبرز لهم مهام، وكلنا بنحاول نقوم بمهامنا ونتشارك مع بعض عشان نحقق الجول في النهاية، لما ما فيش شخص واحد يقدر يحقق الأهداف كلها لوحده. طيب تمام. طيب حلو قوي، يعني يحيى أضاف لنا النقطة دي اللي هي بتاعت الرولز، إن كل واحد له رول في الجروب، في الليدرز والميمبرز. الكلام ده كله هتلاقونا بنعمله ديسكشن بقى أثناء المحاضرة بالتفصيل. حد عايز يضيف حاجة كمان من الكاركترستيك اوف جروب أو مواصفات الجروب عشان أقدر أقول عليه ده جروب حقيقي؟ دكتور ممكن أقول حاجة؟ اتفضلي. الجروب علشان يكون فعلا جروب لازم يكون في بين أعضاء الجروب صفة التعاون. الله ينور عليكي، انت اسمك ايه؟ نعم. نورة. آه. يا نورة، الجروب فعلا من أحد أهم عناصر المواصفات الأساسية للجروب، هو الانتر اكشن أو الكوبريشن اللي انت بتقولي عليه، لازم يبقى في تفاعل وتعاون مشترك، ما ينفعش كل واحد شغال في اتجاه لوحده وبيحقق أهداف شخصية لنفسه، ما بنتعاونش مع بعض وما بنشتركش وما بنتفاعلش مع بعض عشان نحقق هدفنا الأساسي بتاع الجروب ونقول ده جروب. هيفتقد في الحالة دي الجروب، يفتقد أهم مواصفات الجروب وهي الانتر اكشن والكوبريشن الاتنين، يبقى في تفاعل وتعاون مشترك. انتوا عمالين تضيفوا نقاط مهمة، شفتوا احنا بدأنا الأول بفكرة ان الجروب هو مجموعة من الأشخاص، وبعدين بدأنا نفكر أكتر ونضيف لها حاجات. لا، ده مش مجموعة من الأشخاص بس، ده لازم يبقى ليهم جول مشترك. لا، ده مش ليهم جول مشترك بس، ده لازم يبقى فيه رولز متوزعة، أدوار للليدر والميمبرز. ده مش فيه رولز بس، ده لازم يبقى فيه انتر اكشن بتوين الميمبرز كلهم، تفاعل. وخلوا بالكم انه كمان زي ما زميلكم قال، لا ده جروبز دي انواع، ده مش بس فورمال، ده فيه انفورمال. فانتوا عمالين وفي جول مشترك بيجمعنا كلنا، عمالين تضيفوا العناصر اللي هناخدها فعليا دلوقتي. حد ممكن يضيف حاجة قبل ما نبدأ تاني؟ يعني وانا بشرح اللي عايز يقول لي اي كومنت يقوله بالمايك، لان انا مش بشوف الكومنتس. أيوة دكتور، اتفضلي. وقواعد نلتزم بيها في الجروب برضو، يعني يكون في قواعد الله احنا ينور لازم. عليكي. يبقى في ليميتس وفي نورمز وفي ستاندردز، في معايير ماشيين عليها وفي قواعد وحدود بتحكمنا كلنا. لما حد أيوة. بنعرف ايه، لما حد يبقى يسيب بنكافئه بايه، في حدود للعلاقة، كل واحد الحدود بتاعته ايه عشان ما يتعداش حدوده، دي مهمة جدا في الجروب. يبقى طبعا زي ما انت اسمك ايه، منير منيار. اهلا يا منيار. يبقى زي ما منيار قالت، النورمز هنسميها النورمز، يعني النورمز هي ايه، العرف اللي بيحكمنا في العلاقة، يعني زيها زي الستاندرز، المعايير. تمام. يعني انتوا برافو عليكم، قلتوا معظم اللي احنا هنقوله في المحاضرة النهاردة. كنت حابة أبدأ كده بسؤال تنشيطي عشان تنشطوا الكوجنيشن عندكم شوية. نبدأ النهاردة نتكلم إن شاء الله عن حاجة مهمة جدا اسمها الجروب داينامكس، يعني الديناميات الخاصة بالجروب. يعني هنتكلم يعني عن إيه النهاردة؟ هنتكلم عن يعني إيه جروب أصلا، يعني إيه كلمة جروب دي، ما أقول مجموعة دي معناها إيه. طيب إيه أهمية الجروب؟ ايه هي الادوار اللي يعني مفروض بتمارسوها في الجروب؟ ايه هي انواع الجروب؟ نتكلم عن حاجة مهمة كمان، هي مراحل تطور الجروب. هل الجروب فجأة كده بيبقى خلاص نشأنا جروب، ولا بنمر بمراحل معينة؟ نتكلم كمان عن الرولز بتاعة الليدر زي ما قلنا، والميمبرز في كل مرحلة من مراحل تطور الجروب، ونتكلم عن الفاكتورز اللي بتأثر على الجروب.
اول حاجة زي ما افنان قالت لنا، قلنا يعني ايه، يعني ايه جروب اصلا؟ واتس ا جروب؟ يعني ايه كلمة جروب؟ قالك هو two or more freely acting individuals، يعني اتنين يبقوا جروب يا عبد الله، اتنين يبقوا جروب، يعني مش تلاتة بس. في الانجليش اول ما نخش في اتنين ده معناه ان احنا مجموعة، يعني انا لو انا وزميلي ينفع اعمل جروب، يبقى نبدأ من اتنين مش تلاتة. تو اور مور، وانت بقى ايه طالع، يعني لو تلاتة اربعة، في جروبات بتبقى ضخمة قد تصل الى الافات، زي الجروبات اللي بتبقى على الفيس مثلا، زي جروبات في بعض دفعة مثلا حقوق، ممكن الدفعة توصل معرفش بيوصلوا ل 4000 مثلا، وده يعتبر جروب، جروب الفرقة الأولى 4000. يبقى الجروب يبدأ من اتنين وبعدين ينتهي إلى عدد غير محدود، ما نعرفش قد يصل إلى آلافات، ما فيش مشكلة. بيكون في، قالوا لك free interacting individual، يعني في interaction، لازم يبقى في interaction. أول كلمة لازم تتقال في الجروب إن في تفاعل، اللي هو زميلتكم كانت بتقول عليه تعاون، يعني بنتعاون مع بعض ونشتغل عشان هنحقق الجول بتاعنا. who share a common identity and purpose، ده اللي زميلكم قاله، لازم كلنا نبقى لينا جول واحد في الجروب. a common identity and purpose يعني لينا هوية واحدة وجول واحد. هو السلايدز بتنقل قدامكم، انا دلوقتي عند سلايد في اسمها جروب دايناميك قدامكم كده. اه يا دكتور. طيب تمام، في حاجة بقى اسمها جروب دايناميك. احنا عرفنا يعني ايه جروب، وقلنا جروب عايزاكم زي ما احنا متعودين دايما تحطوا كلمات مفتاحية كي ووردز. فجروب يعني تو اور مور انديفيدوال بيعملوا انتر اكشن عشان يحققوا شيرد جول، هدف مشترك. طيب ايه هي بقى الجروب دايناميك؟ ايه هي ديناميات الجروب او التفاعلات يعني اللي هتعمل في الجروب؟ قال لك هي بروسس، هي سوشيال بروسس. يعني ايه بروسس؟ يعني مجموعة خطوات، يعني مش اكشن واحد. يعني عشان يحصل ديناميات في الجروب دي عملية هتتطلب عدة مراحل وعدة خطوات، مش بتحصل كده من ستيب واحدة كده زي ما انتوا شايفين كلمة بروسس. وليه سوشيال؟ لأن الجروب هو عبارة عن اجتماعية by which people interact، تاني interact، يبقى الكلمة دي كلمة أساسية عندنا في الجروب، هو الانتراكشن. by which people interaction a group environment، بيتفاعلوا. which indicates that changes take place at both personal and group level، ونتيجة هذه التفاعلات بيحصل تغيير على مستوى الشخصي ومستوى الجروب. ازاي يحصل تغييرات على مستوى الشخصي والجروب؟ هقول لكم دلوقتي. انتوا كويس ان انتوا سنة اولى، وانتوا جايين من الثانوية العامة، اول ما جيتوا ودخلتوا الكلية ما كنتوش تعرفوا بعض خالص، تمام؟ وبعدين دخلتوا على سنة أولى فبقيتوا اسمكم دفعة سنة أولى، معرفش عددكم كام، قولوا مثلا 500 مثلا، فبقيتوا دفعة سنة أولى 500 طالب تشير، عندكم تشيرد جول أو تشير ايدنتيتي واحدة، إن انتوا دفعة سنة أولى، دي الايدنتيتي الهوية بتاعتكم. وبعدين عندكم جولز مشتركة، هي ان انتوا عايزين تنجحوا وتعدوا من الكلية وتاخدوا الشهادة بتاعتكم. الجول ده هيتحقق من خلال اهداف اصغر منه، في ان انتوا عايزين تعدوا كل سنة على حدة، تطلعوا ان شاء الله سنة اولى لسنة تانية لسنة تالتة لسنة رابعة، دي الجول بتاعتكم. يبقى الشيرد جول هو ان انتوا عايزين تنجحوا. طيب الانتر اكشن حصل بينكم، الاول ما كناش نعرف بعض وبدأنا بعد شوية نتعرف على بعض، ده اسمك ايه، اسمك ايه، طب ما تديني المحاضرة دي، طب معلش خدي لي الغياب معاكي، طب ممكن تساعديني في كذا، طب اشرح لي الحتة دي، طب المواعيد بتاعة المحاضرة دي مش مناسبانا، بلغ الدكتورة يتغير الميعاد. فبدأ يحصل حاجة اسمها انتر اكشن، تفاعلات، ودوت العنصر الأساسي في الجروب. بعد ما بقى لينا جول أساسي بقى فيه interactions، يبقى ده حققنا عنصرين مهمين. تيجوا انتوا مع الوقت تلاقوا إن حصلت changes ليكوا كجروب وليكوا على مستوى الشخصي، وانتوا نفسكوا هتحكموا
هل أنا دلوقتي وأنا في الترم التاني في سنة أولى على المستوى الشخصي من النضج والفهم والتعامل والكوميونيكيشن زي ما قلنا قبل كده زي ما أنا كنت داخل أول يوم في الكلية؟ أكيد أكيد حصل بيرسونال تشينجز، أكيد أنا اتطورت، أكيد أنا اتغيرت، اكتسبت خبرات أكتر، اكتسبت نضج أكتر، كان في خبرات مفيدة وكان في خبرات سلبية ما ننكرش، بس أنا اتغيرت. هو ده البيرسونال تشينج اللي حصل نتيجة إن أنا واحد من أعضاء جروب بتفاعل معاه. في حاجات حصلت تشينجز على مستوى الجروب ليفل كمان زي ما بقول لكم هنا. إيه هي اللي حصل؟ إن الجروب نفسه بقى أكثر انسجاما. يعني أنتوا دلوقتي بقيتوا أكثر انسجاما، ممكن تفهموا بعض من أقل كلام، عكس ما كنتوا لسه بادئين أول ما بدأتوا مع بعض من أول يوم كده في الدراسة. كان في اختلافات كتير ومشاكل ومش فاهمين بعض، والناس بتفهم بعض وبعدين نتخانق على حاجات ونرجع نحل المشاكل تاني، ويبقى في ستريس وفي انكزايتي. كل ده قل مع الوقت وبقى في انسجام اكتر وتفاهم اكتر وقدرة على تحقيق الاهداف اكتر، وبنسعى لتحقيق مصلحتنا المشتركة مع بعض. ولو حد حاول يشذ عن القاعدة زي ما زميلتكم قالت يبقى في قواعد، لو حد حاول يشذ عن القاعدة كلنا بنستنكر ده، فبيضطر غصب عنه ان يمشي مع الجروب حتى لو هو عايز يحقق مصلحة شخصية. فده حصل تشينجز على الجروب ليفل، الجروب بقى اكثر نضجا واكثر تفاهما. يبقى بقول لك ذات تشينجز تيك بليس ات بوث بيرسونال اند جروب ليفل. هو ده اللي انا قلته لكم، ان بيحصل تغييرات في نضجك انت الشخصي البيرسونال، وبيحصل تغييرات في ديناميات الجروب نفسه. زي ما انتوا شايفين الصورة اللي قدامكم دي مجموعة من العساكر اهي زي ما انتوا شايفين كده. حد يشرح لي الصورة دي شايفها ازاي؟ يا شباب شايفين الصورة اللي في نفس السلايد دي؟ كلهم بيعملوا كفريق واحد وبيحموا بعض. بالظبط. اولا هم عدد، لو هنحقق فيها بقى الكاركترستيك اوف جروب، هم عدد من العساكر، اذا it is a group. طب ليهم شيرد جول، هدف واحد. عرفنا منين ان لهم شيرد جول؟ لان كلهم بيعملوا نفس الاكشن، كلهم رافعين البنادق وكلهم بيحموا بعض وبيدافعوا عن بعض، يبقى ليهم هدف واحد، ادي شيرد جول. في انتر اكشن، ده الكاركترستيك الموجود، الانتر اكشن اللي هو ايه؟ ان هم شغالين، مش سلبيين، مش باسيف، لا، كل واحد بيعمل اكشن فيهم، كل واحد له دور بيعمله دلوقتي، يبقى في انتر اكشن. وهنشوف بقى بقية الكاركترستيك اوف جروب اللي هنطبقها على الصورة وعلى صور تانية جاية ان شاء الله. طيب في هنا كده هايلايت بيقول the influence of personality power and behavior on the group process، وهناخدها في الاخر، مش عايزة اقولها دلوقتي. طيب اللي انتوا قلتوه ده كله شوفوا بقى هيتلخص اهو في حاجة مهمة جدا اسمها characteristics or attributes of a group، يعني مواصفات الجروب. يعني ايه الصفات او المواصفات اللي لازم تتوفر في المجموعة دي عشان اقول عليها فعلا انها مجموعة؟ شوفوا اول كلمة ايه، اول كلمة interaction يعني التفاعل، قبل اي حاجة interaction يعني الناس دي بتكون بتتفاعل وبتتعاون مع بعضها عشان يحققوا هدف مشترك. لو غاب الانتراكشن هيغيب اهم عنصر في عناصر الجروب الناجح. تمام. تاني حاجة السايز، حجم الجروب، يعني هل هم شخصين زي الفاميلي كده، الزوجة وزوجها دول جروب، جروب فاميلي أسرة، ولا هل هم 2000 شخص زي جروب العمل أو جروب الدراسة مثلا. شيرد جول أو أور انترست، لينا هدف مشترك، ده اللي احنا قلناه، لازم كل جروب له هدف. لو مفيش هدف واضح للجروب هيبقى جروب غير ناجح، هيبقى جروب ملهوش هوية. collective identity اهي هوية، يعني ايه هوية؟ يعني كلنا بنعمل حاجة واحدة، هدف بنسعى لحاجة واحدة، بيميزنا حاجة واحدة.
minimum set of values and norms. دي اللي زميلتكم قالنا اخر حاجه، يعني لازم values and norms، يعني لازم يكون في معايير بتحكمنا، يعني لازم يبقى في قوانين. زي قوانين لو هناخد برضو هدني امشي على المثال بتاع الدفعه بتاعكو او السكشن 6 في الهيومن ريليشن، احنا لازم يكون في نورمز بتحكمنا. النورمز ان في مواعيد للمحاضرات، ميعادنا الساعه 10 للساعه 12، اللي يجي بعد 10 متاخر، واللي يتاخر قوي مش هيدخل المحاضره، دي نورمز. طيب من ضمن النورمز ان اللي مثلا بيغيب 25% من المحاضرات مش بيحضر الامتحان. من ضمن النورمز ان انت لازم تحضر كويز 1 وكويز 2 والميد تيرم وهكذا. يبقى في مجموعه من المعايير بتحكمنا بيني وبينكم، انا كليدر للجروب، انا التيتشر كليدر للجروب، وانتوا كممبرز، وممكن انتوا بينكم وبين بعضكم كممبرز وكليدر ليكم من الطلبه ليكم نورمز بتحكمكم اكيد برضو. يبقى ما ينفعش جروب من غير نورمز، والا هتبقى فوضى. تمام، اي جروب من غير نورمز بيبقى فوضى وما بيحققش اوت كام ولا نتائج مهمه. ولذلك هتلاقوا في الشغل مثلا لما تروحوا تشتغلوا ان شاء الله في المستشفى جروب العمل الورك تيم، يعني انت اشتغلت مثلا في اي سي يو فانتوا 20 واحد في الاي سي يو، فده ده جروب عمل. دايما طبق العناصر دي على اي جروب بتقابله في حياتك. الجروب بتاع العمل ده بالذات لو ما فيهوش او نورمز او معايير بتحكمه هيبقى فوضى. هتلاقي الناس تغيب ومحدش يحاسبها ويوقعوا الشغل، هتلاقي ان في ناس بتجتهد وبتلتزم ومحدش بيكافئها، هتلاقي المسيء زي المحسن، فالناس اللي بتحسن هتزهق، هتقول وانا هستفاد ايه اما انا اعمل كويس وما باخدش فايده، واللي بيعمل وحش هو اللي بياخد النتيجه الحلوه. فاذا النورمز دي في اي جروب في يا شباب، النورمز يعني ايه النورم؟ يعني العرف اللي بيحكمنا او المعايير او القوانين او النظام، يعني مهمة في اي جروب لان هي اللي بتحكم العلاقات وبتخلينا نحقق ارقام كويسة. حتى النورمز دي مش شرط تبقى في جروب زي جروب العمل او الدراسة، النورمز تبقى موجودة في جروبات، كل الجروبات، حتى في جروبات الصداقة، حتى في جروبات الاسرة الفاميلي. يعني لو خدنا مثال للانفورمال جروب زي الفاميلي وشوفنا النورمز، لازم يبقى في نورمز بتحكمها. ايه هي النورمز اللي بتحكم الاسره؟ ان الاب هو رب الاسره، احترام الصغير للكبير، دي نورمز. ما حدش يتاخر بره البيت لبعد الساعه مثلا 10 بالليل من الشباب، دي نورمز. البنات ما تخرجش في اوقات، دي نورمز، وهكذا. يبقى لازم في مجموعه قوانين بتحكم الجروب ويكون متفق عليها بشكل مباشر او غير مباشر. طيب ايه كمان من ضمن الكاركترستكس اوف جروب؟ الكاركترستكس اوف جروب الهوموجينيتي اوف جروب ممبرز. يعني ايه هوموجينيتي؟ حد يعرف يعني ايه هوموجينيتي؟ ممكن يكون التجانس او الانسجام بينهم. برافو عليك. يعني ايه برضو التجانس؟ لما بيحصل انسجام بينهم ان هم يعني ايه، مش عارفه اقول ازاي. هي تجانس مش انسجام، هيموجينيتي تجانس، انت قلتيها صح. يعني ايه تجانس بقى؟ لا مش عارفه. ممكن يكون السلطان بينهم حاجه كده. ممكن يكون ايه؟ استلطاف، يعني لازم يكون هم يحبوا بعض، يكونوا متجانسين في حاجه، احنا بنفس الهدف. استلطاف؟ لا هي دكتورة استلطاف، لا ممكن معناها انخراط ويعني اختلاط، يعني بس اختلاط كويس، يعني اللي هم اختلاط لي نتيجة وهم كلهم فاهمين بعض، الأمور بتمشي سلسة، يعني مش هم مش متجانسين، يعني ايه كده مقفولين على بعضهم، مش عارفين يعني يتعاونوا مع بعض، مش عارفين يتعاملوا مع بعض ازاي. لا في مرونة وسلاسة في الايه، في الجروب. يعني عارفين كلمة، عارفين، تمام، شكرا لكم كلكم. عارفين كلمة جنس؟ يعني يقول لك ده كلمة الجنس، يعني النوع، يعني الجنس يعني النوع اللي هو ميل وفيميل.
فجاية منها التجانس، يعني من نفس النوع. كلمة تجانس يعني من نفس النوع. يعني ايه من نفس النوع؟ تقصدي ايه؟ يعني لازم الجروب يبقى كله ميل او كله في ميل؟ لا، ما اقصدش كده طبعا. كلمة تجانس تعني ان كلنا شبه بعض في الهوية بتاعتنا. يعني ايه؟ يعني انتوا في جروب سنة اولى، كلكم طلبة سنة اولى كلية، اعماركم من مثلا بتتراوح من 19 ل 21 سنة، كلكم خريجين ثانوية عامة، كلكم كنتوا علمي علوم، مثلا ادي ده جروب زي جروب بتاعكم. لو في جروب مثلا سنة اولى كلية طب، هيبقوا نفس الحكاية، كلهم خريجين ثانوية عامة علم علوم، جايبين مجموع كذا، كلهم أعمارهم بتتراوح من كذا لكذا، يبقى كلهم متشابهين في هوية معينة، في صفات معينة، في تجانس بينهم. ما ينفعش مثلا في الجروب بتاعكم أروح جايبة واحد من حقوق وخريج أدبي، خريج أدبي جايب مثلا مجموعة كان مدخله حقوق، وأروح جايباه نقلاه عندنا في كلية تمريض وأحطه في وسطكم. ده كده هيبقى جروب غير متجانس. ليه؟ لانه هو مش بيشير معاكو نفس الكاركترستكس بتاعتكو، او الباك جراوند، الخلفيه اللي انتوا جايين بيها. يبقى جروب متجانس يعني كلنا شبه بعض في المواصفات. هتلاقي مثلا احنا مثلا لو هتكلم عن احنا كجروب تيتشرز، احنا الدكاتره في الكليه كلنا لينا تجانس مع بعض. يعني ايه؟ يعني كلنا معيدين، وبعدين حضرنا ماجستير، وبعدين حضرنا دكتوراه. مينفعش مثلا هيجي حد معانا هو مش واخد اصلا بكالوريوس ويتحط يبقى عضو هيئة التدريس، يبقى مفيش تجانس. ماشي؟ يبقى فهمنا يعني ايه تجانس؟ دكتور لو سمحت، يعني اتفضلي. هو عشان نقول ان الجروب ده فيه تجانس، يبقى كلهم لازم يكونوا مشتركين في كل الصفات؟ مش في كل الصفات، انا قلت في الحاجات الاساسية اللي بتجمعنا، اللي بتجمع هوية الجروب اصلا، تمام. اللي بيعتمد عليها هدف الجروب. يعني عشان كده انا ما قلتلكيش مثلا في المواصفات ان يبقى كل الجروب ميلز، ومش هتفرق معايا كل الجروب ميلز او في ميل، الا لو كان ده من اهداف الجروب اصلا. ما انتوا في الدفعه في ميلز وفي ميل، انما يهمني من الهيموجينيتي، التجانس، او اللي بتشتركوا في صفات مشتركه، او الباك جراوند بتاعتكم تبقى واحده، لان ده اساسي هيحقق هدف الجروب. ولذلك لما يجي ندخل مثلا، فاتحين دلوقتي في الكليه برنامج اسمه برنامج المكثف مثلا، فيعني يجي طلبه من كليه تانية بيدرسوا عندنا بعد ما يكونوا خلصوا في الجامعات التانية، بيحط لهم كرايتيريا عشان يبقى في تجانس للجروب. يقول لك ماشي، هنقبلكوا انتوا دارسين من كليات تانية، بس لازم يبقى في تجانس. فاحنا هناخد كل الناس، بس بشرط اللي كانت جايبة كانت دارسة علم علوم، يبقى احنا كده حددنا هناخد كل الناس بس بشرط من سن كذا لسن كذا. ما لاقيش مثلا واحد عنده 60 سنة، لا، من سن 25 لسن 30، يبقى في تجانس في الأعمار. يبقى كلمة تجانس هو معناها ان انا بوحد صفات معينة according to الجول اللي انا عايزه. طب ممكن حد يقول ممكن التجانس ده يبقى في الجندر، يعني ميل او في ميل؟ اقول له عادي، لو انتوا كأعضاء للجروب بتكونوا جروب اتفقتوا على ان الجروب ميمبرز عايزينهم بس ميلز، وده احد characteristic of group، يبقى ده من الهوموجينيتي of group بتاعتكم. زي مثلا زي ما انتوا بتشوفوا على الفيسبوك، في بعض الجروبات للامهات اسمها جروب المامز مثلا. فجروب المامز ده ما ينفعش يدخل فيه راجل، ما ينفعش حد من الابهات يدخل فيه. لو دخل فيه راجل يبقى الهوموجينيتي بتاعت الجروب كده بقت فيها مشكله. ليه؟ لان كان احد اهداف الجروب ده انه معمول للامهات عشان تثقيف صحي عن صحه عيالهم، او عشان متابعه اخبار عيالهم للامهات. وبالتالي انا حددت الهويه بتاعت الجروب ان للامهات، فلما يدخل فيه راجل او اب يبقى كده هو كسر الهوموجينيتي، كسر التشابه او التجانس بتاع الجروب.
طب اديكم مثال، حد شاطر يجيب لي مثال للهوموجينيتي كده من الحياة العامة كل يوم بنشوفه واحنا بنركب المترو. ده انا قربتها لكم، قلت لكم واحنا بنركب المترو. بس اه يا دكتور اللي هو ال هوموجينيتي. خلاص ماشي يعني كلمي يا في أعمار مختلفة كتير، في ال مثلا لما بنيجي ناخد التذاكر برضو. ممكن يقول لي لا دكتور لا، حتة هي المترو حاجة اللي هو أكبر من متقسم في المترو ان هو متقسم عربيات، الله عربيات ينور اللي هي عليك. السيدات اللي هي السيدات مثلا حتى 9 مساء، او العربيات اللي هي السيدات فقط، والعربيات اللي هي الرجال بس كده يعني. انا فما بالظبط، عارفه صوتي دي هيموجينيتي. هيموجينيتي يعني ايه؟ يعني كل اللي هيركب العربيات اللي مكتوب عليها للسيدات دي هي ستات بس، يبقى هيموجينس جروب، جروب للسيدات، هم حددوا كده جروب للسيدات، وهناك جروب للرجال. فتلاقي اول ما راجل يغلط ويدخل عربية الستات كله لا 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 لا، اطلع بره مش عارفة ايه على طول. ليه؟ لانه بيكسر الهيموجينيتي اوف جروب، التجانس بتاع الجروب. طيب ممكن الهيموجينس الهيموجينيتي تبقى في اعمار زي ما زميلتكم كانت عايزه تقول لنا، يعني نعمل جروب خاص للناس المراهقين اللي من سن 12 سنه ل 21 سنه. تمام، احنا حددنا كده، احنا عايزين نعمل جروب للمراهقين اللي من 12 سنه ل 21 سنه. يبقى المفروض كل اللي يدخل الجروب ده هم دول اللي من سن 12 ل 21. لو لقينا راجل عنده 40 سنة جاي يدخل، يبقى ده هيكسر الهيموجينيتي اوف جروب. هنقول له لا، انت لا تبع الجول بتاعنا ولا انت تبع الهيموجينيتي. عرفتوا يعني ايه هيموجينيتي؟ هيموجينيتي يعني تجانس او تشابه. طيب الاستابيليتي اوف جروب هي العنصر اللي بعد كده في الكاركترستكس. استابيليتي يعني انه يبقى مستقر، يبقى الجروب ده مستقر، مش كل شوية نعمل كونفليكت. يعني احنا مثلا في جروب الواتس بتاع الشعبة بتاعتنا كل شوية نتخانق ونروح قافلين الجروب، يلا كله يروح، مش عاملين جروب، نروح قافلين الجروب، وبعدين بعد ما نتصالح تاني نروح فاتحين الجروب، نرجع المرة اللي بعدها نروح حد تاني متخانق، نروح جايين متخانقين على الجروب. طب هنلغي الجروب ده يا جماعة، نروح لاغيين الجروب كده. مفيش استابيليتي، مفيش استقرار. احد عناصر الجروب الأساسية هي الاستابيليتي يعني الاستقرار. بعدين تيجي كوهيزيفنس. يعني ايه كوهيزيفنس؟ انا طبعا الحاجات اللي بتبقى سهله في فهمها بشرحها وبعديها، الحاجات اللي بتبقى جديده عليكم بقف وبقعد ادي اكزامبل واثنين وثلاثه. يعني ايه كوهيزيفنس بقى؟ تماسك. نعم، تماسك. تماسك، برافو عليك، تماسك. ايوه، يبقى الجروب متماسك، يعني في رابطة قوية ما بيننا، في تعاون، في تفاهم. مش كل يوم زيد بيتخانق مع بيد، وسين بيتخانق مع صاد، ودوت مخاصم دوت، ودوت مقاطع دوت. مفيش تماسك، مفيش ترابط بين اعضاء الجروب. لازم يبقى في روح من الترابط والتقارب ما بين اعضاء الجروب، دي الكوهيزيفنس. طيب degree of agreement of the leader style، يعني لازم نبقى متفقين إلى حد ما. عشان كده قال لك degree of agreement، مش هيبقى فيه موافقة تامة، مش هيبقى فيه 100% زي degree of cohesiveness. يعني إيه؟ يعني مش هيبقى فيه ترابط 100%، أحيانا هيحصل مشاكل، بس يبقى الصفة الغالبة علينا إن إحنا مترابطين. طيب degree of agreement يعني of the leader style، يعني يبقى فيه شبه اتفاق ان احنا موافقين على الليدر وطريقة تعامله معانا. يعني جات الليدر للجروب اللي هو انا، تعاملت بطريقة مش عاجباكم، انتوا مش موافقين على الطريقة دي، كنت اجريسيف شوية، كنت يعني جيت عليكم شوية، فحد هيطلع يقول لي يا دكتور لا معلش بعد اذن حضرتك احنا ما كناش نقصد كذا، وحضرتك كلمتينا مثلا او ضايقنا، او يا دكتور معلش الطريقة حضرتك شديدة شوية، ممكن كذا كذا، هروح جاي اشد عليكم اكتر عشان تبقوا عارفين يعني.
يبقى degree of agreement of the leader style، يعني يبقى احنا عندنا اتفاق الى حد ما على الطريقة اللي الليدر بيحكمنا بيها، ده لو قدرنا يعني. طيب ال background هي الخلفية، لازم يبقى عندنا كلنا background مشتركة، لازم يبقى عندنا background مشتركة. ليه background مشتركة؟ هناخد مثال علينا برضو، انتوا كلكم جروب سنة أولى، دفعة سنة أولى، الباك جراوند بتاعتكم أول ما دخلتوا الكلية إيه؟ إن انتوا خريجين علمي علوم، جايبين مثلا مش فاكرة انتوا كنتوا جايبين كام؟ من 85 ل 95% أو من 90 ل 95%، مش عارفة مجاميعكم إيه؟ يبقى الباك جراوند هتبقى واحدة. ما ينفعش آخد واحد خريج أدبي ما درسش مواد علمية خالص واحطه في وسطيكو، ليه؟ الباك جراوند بتاعته مختلفة، خلفيته اللي درسها مختلفة، فأكيد مش هيعرف ينتراكت معاك ولا يفهم زي ما انتوا هتفهموا. ولذلك احنا موحدين الباك جراوند، كلنا درسنا نفس المواد في ثانوية عامة، كلنا كنا علم علوم، كلنا كنا جميع من الرينج كذا للرينج كذا، فبالتالي احنا ضامنين ان كل الطلبة اللي جايين دول عندهم باك جراوند موحدة، فهيقدروا يفهموا اللي هيدرسوه عندنا وهيقدروا يتفاعلوا مع بعض ويعدوا بقى للسنين اللي بعد كده ان شاء الله. طيب participation pattern قلناها في الاول خالص، يبقى في interaction او مشاركة، ما ينفعش جروب من غير مشاركة. لذلك انا بحرص دايما ان انتوا تبقوا بارتيسيبنت معايا في المحاضرات، ما ينفعش واحد لوحده عمال يتكلم كده. ليه؟ لان المشاركه احد اهم العناصر الخاصه بالجروب. ستاندرد قلناها، يعني يبقى في كود اوف اسكس، يعني يبقى في صح وغلط، في عيب وما يصحش، في مكافآت للناس اللي بتجيد، وفي يعني عقاب باي شكل من الاشكال للناس اللي بتخطئ. لازم يبقى في ستاندرد ماشيين عليها. بروسيجرز يعني في، يعني في اكشنز هنعملها، بروسيجر يعني اكشنز، في مجموعه اكشنز هتتم. ليه؟ لان الاكشنز دي هي اللي بتعمل انتر اكشن. يعني ايه اكشنز؟ يعني زي ما انا بشرح المحاضره، ده اكشن، انتوا هتعملوا اساينمنت، ده اكشن، بتذاكروا بتعملوا ستادينج للليكتشرز، ده اكشن، بتدخلوا الكويز وتمتحنوا، ده اكشن. يبقى ايه اللي بيخلي الجروب يتطور؟ هي الاكشنز. والا لو احنا مش عاملين كويزز ومش عاملين ميد ترم ومش عاملين اساينمنت وانا ما بشرحش المحاضرات، يبقى الجروب ده ايه لازمته؟ يبقى مفيش جروب احسن، يبقى مفيش اصلا جول، يبقى مفيش اوت كام هيتحقق. يبقى الاكشنز احد اهم العناصر واللي بنسميها البروسيجرز في الجروب اتريبيوتس او كاركترستكس. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الجروب كاركترستكس ولخصناهم في العناصر اللي انتم شايفينها دي، ودول مهمين جدا يعني يا ريت تفهموهم كويس. نتكلم عن نقطة مهمة كان محمد قال لنا عليها، هي الـ types of groups. هو بالفطرة قال لنا، هو يعني كلمة جروب مش لازم يعني يبقى جروب شغل يا دكتورة ولا جروب دراسة، يعني ما ممكن يبقى فيه جروب informal غير رسمي، زي جروب مجموعة من الأصدقاء، أنا وأصحابي عاملين شلة فإحنا جروب، يعني إحنا أصحاب مع بعض. او ممكن واحدة مثلا متزوجة زوجة وزوجها، فهم ده مش جروب رسمي بس هم جروب، لان هم فردين وعاملين مجموعة وليهم تشيرد جول وليهم كاركترستيك وفي انتر اكشن وفي كل حاجة، يبقى ده جروب. ممكن احنا عاملين جروب على الفيسبوك بنلعب جيمز مع بعض، يعني مجموعة شباب او مجموعة بنات عاملين جروب مع بعض على الفيسبوك بيلعبوا جيمز، ده جروب، ده جروب وهو مش فورمال ولا حاجة. ممكن مجموعة ستات عاملين جروب مع بعض على الواتس أو على الفيس بيعلموا بعض الطبيخ، ده مش فورمال جروب، انفورمال جروب، ولكن هو يسمى جروب. يبقى مش كل جروب يبقى لازم يبقى له هدف فورمال، هدف رسمي، لا، ممكن يبقى فيه جروبز لها انفورمال جولز. هناخد التايبس اوف جروبز زي أول حاجة الانفورمال جروب، هو قال لك هو collection of people seeking friendship صداقة and acceptance that satisfies esteem needs، يعني بيبقوا عايزين يعملوا friendship مع بعض، يعني نتصاحب كده ونبقوا مبسوطين مع بعض وممكن نقضي وقت for fun وخلاص، مش لازم نبقى بندرس ولا بنشتغل. طيب في بقى الفورمال جروبز، ده بتبقى مجموعة من الناس بيبقوا defined by organization زي ما انتم شايفين كده، organizational structure زي جروب الاكاديميك جروبز المجموعات الدراسية، انتوا كده فورمال جروب.
زي احنا كده كتيتشرز فورمال جروب، زي الناس اللي شغاله في الشركه بتاعتهم ده فورمال جروب، الموظفين اللي في البنك فورمال جروب، الممرضات اللي في المستشفى فورمال جروب، وهكذا بقى. اي مجموعه عمل في اي مكان هي فورمال جروب او مجموعه دراسيه. طيب في حاجه اسمها تاسك جروب تو كومبليت فورمال تاسك، يعني احد انواع الفورمال جروبز، يعني عشان ما تتلخبطوش. حاجه اسمها تاسك جروب، يعني ايه تاسك جروب؟ حد يعرف يديني مثال على تاسك جروب؟ مجموعات الاسايمنت اللي احنا بنعملها. الله ينور عليك، تصدق انت جبت مثال عمر ما جه في بالي. اسمك ايه؟ احمد. شكرا يا احمد. مجموعه الاسايمنت طبعا، يعني احنا اصلا فورمال جروب كبير بتاع سيكشن 6 في مهارات التواصل، وبعدين جه مهمه عايزين نحققها هي الاسايمنت، فروحنا مقسمينكم لجروبز صغيره عشان تقوموا بالتاسك ده. بعد ما التاسك ينتهي الجروب ده هينتهي، يبقى الجروب مرتبط بتاسك معين، هيبتدي ببداية شغلنا في التاسك وهينتهي بنهاية شغلنا في التاسك، يبقى ده اسمه تاسك جروب، زي ما زميلكم قال زي الاساينمنت كده. طيب اديكم مثال تاني، زي مثلا المشاريع اللي بتتعمل في البلد، زي مثلا الريس وجه بانشاء مشروع مستشفى معين، هنبني مستشفى، فروحنا على طول مين اللي هيشتغل معانا؟ المهندس الفلاني وفلان 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 وفلان، عملنا جروب من 100 واحد، الجروب دوت مهمته انشاء المستشفى، ده التاسك اسمه تاسك جروب. اول ما بنينا المستشفى وخلصنا الجروب ده انتهى خلاص، لان مهمته انتهت. يبقى التاسك جروب هو جروب بنكونه لاداء مهمه معينه، يبتدي ببدايه المهمه وينتهي بنهايتها. بعد كده في حاجه اسمها انترست جروب زي ما قلت لكم، وده بيبقى احد انواع الانفورمال جروب، زي مثلا احنا بنعمل مجموعه عشان ننبسط فور فن، يعني تسمعوا مجموعات السبق اللي هما بيركبوا عجل، الماراثون بتاع العجل ده، في مجموعات منها كتير في مصر، يقول لك في ماراثون عجل يوم كذا وهنتجمع في المكان الفلاني وهنطلع لنا من الساعه كذا وهكذا، ده انترست جروب. في انترست جروب للناس اللي بيحبوا يسمعوا موسيقى، بيعملوا لنفسهم كده جروب اسمه جروب مثلا محبين كذا، فلما يبقى في حفلة معينة في المكان الفلاني بيدعوا بعض كلهم ويروحوا، ده انترست جروب. في انترست جروب للناس اللي بيحفظوا قرآن، فيجي مثلا بنعمل مجموعة وكلنا عارفين بعض، سواء كانت المجموعة دي بالتواصل بالتليفونيا أو بالواتساب أو أيا كان طريقة التواصل، وبنروح نحفظ القرآن في مكان معين أو نحضر حلقات معينة، وده بيبقى انترست جروب. يبقى انترست جروب هو انفورمال جروب، بيبقى له هدف انفورمال بنستمتع فيه كلنا بالحاجة اللي احنا بنحبها أيا كان ايه الحاجة دي. طيب في فريندشيب جروب، وقلنا ده نوع من أنواع الانفورمال جروب، زي الشلل الأصدقاء اللي انتوا عاملينها، يعني تلاقي في واحدة وليها صاحبتها، ده هما تلاتة أصدقاء شلة مع بعض، يجي في مجموعة شباب خمسة ستة شلة أصدقاء مع بعض، بيروحوا يخرجوا مع بعض ويلعبوا كرة مع بعض، اسمه فريندشيب جروب، ده نوع من أنواع الانفورمال جروبز. يبقى الجروبز بتنقسم ليه؟ فورمال وانفورمال، وقلنا التايبس بتاعتها. طيب من اللي احنا قلناه بقى زي ما انتم شايفين كده قدامكم، طب هو احنا ليه اصلا هنعمل جروب؟ ليه؟ الهدف منه؟ يعني كلام قلناه فمش هنحتاج نشرحه كتير، فور انتربيرسونال اتراكشن، يعني اعجاب شخصي بعض، يعني اتنين اعجبوا بعض فهيتزوجوا وينشئوا فاميلي جروب فانتربيرسونال اتراكشن، صديقه اعجبت بصديقتها بشخصيتها باخلاقها فقررت انها تكون معاها صداقه، فده جروب، فده بقى فريند شيب جروب. مثلا النيتشر اوف جروب اكتيفيتيز، ده زي اللي انتوا فيه، احنا كلنا في الدفعه هنقوم بنفس المهام ونفس الانشطه ولينا نفس الهدف، فليه ما نعملش جروب عشان نريح نفسنا كلنا ونتواصل احسن، فده اسمه نيتشر اوف جروب اكتيفيتيز، بنقوم بنفس الانشطه. فور سوشيال ايدنتيفيكيشن، نتعرف على بعض زي جروبات الفيس كده. فور سوشيال افيليشن، انتماء اجتماعي. باور اوف ستيت اند ستاتس سيكيورتي، احيانا بعض الناس بتشعر بالقوه لما اكون في مجموعه، يعني حتى في بعضكم يقول
انا احب اذاكر مع زميلتي، يعني هي تحب تذاكر مع صاحبتها او زميلتها اكتر، او نحب ان كان انا عن نفسي كان ليا اصدقاء مثلا يقولوا احنا هنذاكر مجموعة، هنروح النادي مثلا نذاكر كلنا، وكأن وجودنا مجموعة بيدينا نوع من الباور، بنسهل على بعض، اللي مش عارف حاجة يشرحها للتاني وهكذا. فكلمة ان الجروب بيدينا باور دي احيانا بتحصل او بتبقى مهمة، او بيدينا احساس من السكيورتي ان انا مش لوحدي، ان احنا كلنا مع بعض، الامان يعني. طيب قبل ما ادخل على السلايد اللي بعدها اسألكم سؤال تاني واقول لكم، يعني تفتكروا الجروب ده فجأة كده بيبقى جروب، ولا احنا بنمر بمراحل معينة عشان نوصل لكلمة احنا بقينا فعلا جروب ناجح؟ حد عنده فكرة، او عنده فكرة عن ايه اللي بيحصل عشان نوصل نبقى جروب في الاخر؟ اعكسوا ده على تجربتكم الشخصية في دفعتكم، يعني انتوا اول ما قابلتوا بعض كونتوا جروب كده على طول، ولا مريتوا بشوية مراحل؟ عايزة حد يقول لي البيرسونال اكسبيرينس، انا مش عايزه كلام علمي، انا هشرح الكلام العلمي دلوقتي، عايزه البيرسونال اكسبيرينس اللي حصلت لك انت. هو أكيد يا دكتور بيمر بمراحل، يعني مش بيجي كده من مرة واحدة. قولي لي انت رشا، أيوة. يا رشا قولي لي انت لما دخلتي سنه اولى وكنتيش تعرفي حد تقريبا الدفعه كلها، وبعدين كلكم ما كنتوش تعرفوا بعض، اوصفي لي مشاعرك اولا، كانت مشاعرك ايه في اول ايامك في الدفعة، وبعدين بدأتي تندمجي في المجموعة ازاي؟ ولما دخلت سنة أولى ما كنتش أعرف أي حد خالص، كنت حاسة إن المكان غريب عليا رغم إن أنا كنت داخلة وحباه. بدأت يعني أنا أساسا حاجة مختلفة خالص، اللي هو أنا داخلة أساسا مش عايزة أتعرف على حد. بعد كده بدأت أتعرف فعلا على البنات، عرفت ده وعرفت ده وعرفت ده، عرفت مين ممكن أكمل معاه مين مش هينفع أكمل معاه. بعد كده بدأت أعمل جروب. تمام، يعني نقدر نقول ان كان في البداية في مشاعر anxiety وفير شوية. هو انا اصلا محوله من كليه تانية، فكنت جاي ان انا مش عايزه اصلا اختلط بحد. لكن لو على تجربتي في الكليه اللي انا محوله منها، لا انا كنت رايحه بمشاعر غير اللي انا داخله بيها تمريض، رايحه عايزه اتعرف على ناس جديده، كنت حاسه فعلا بخوف بوحده ان انا المكان ده انا مش حباه، عشان انا كنت حاسه بوحده فيه. تمام، طب ويعني انتوا ليه يا ولا يعني ليه دايما تجربتنا يعني في التمريض بتبقى سلبية كده، ليه كده؟ هي ممكن يا دكتور بيبقى اسكات بس كلنا من هنا. لا هو انا اكيد الزمايل اللي هما جايين من ثانويه عامه اكيد مش زي يعني، بس انا عشان مريت بتجربه قبل كده فانا ما كنتش لا حابه ان زيك زيك، ما تقلقيش كلهم زيك، هم سامعين هما برضو. لا ما اعتقدش هو ان كلهم انا لما كنت رايحه اصلا الكليه اللي انا كنت فيها الاول، لا كنت حابه ان انا اتعرف على ناس جديده كده. كنت في كلية ايه يا رشا؟ كنت في تربيه عين شمس. تمام، يعني هو غالبا اللي بيتحكم في فكرة قبولنا لكلية التمريض مش المشكلة مش معاك انت بس، صدقيني يعني مع معظم الشباب، وانا بسمع كتير منهم يعني البنات والولاد، فكرة ان كان عندي هاي اكسبكتيشن في حتة تانية خالص فما حصلتش، فانا رحت داخل في مكان انا ما كنتش متوقعه خالص، يعني كلنا كان ابعد حاجة عن تصورنا المكان اللي احنا دخلناه، كان عندنا اكسبكتيشن تانية. وبعدين اللي بيزود الصعوبة بقى بتاعة الموضوع اللي هي نظرة المجتمع زي ما احنا قلنا قبل كده، الاستيجما بقى بتاعة الكوميونيتي بقى، تمريض مش عارفة ايه، يبقى زي ما نكون داخلين بعبع بقى، وان دي وصمة كده حاجة هتوصل. الموضوع محتاج شخصية مختلفة، الموضوع محتاج تميز، الموضوع محتاج رضا، رضا قبل كل حاجة، انك تبقى انسان راضي باللي ربنا اعطاه لك، وتسعى للتميز فيه، تسعى ان انت تبقى شخص يونيك في اي مكان تروح فيه، ايا كان تربية تمريض حقوق مفيش خالص، انت شخص يونيك في حد ذاتك في اي مكان، تقدر تعمل اي حاجة مميزة ومتفوقة في أي مكان، ملوش علاقة بحاجة معينة، ما تربطوش دايما طموحكو
بحاجه معينه، انا قلتها لكم المره اللي فاتت، ولا باشخاص معينين ولا بمكان معين. الطموح جواك انت، فانت هتحقق النجاح في اي مكان مع اي حد وباي امكانيات. ليه؟ لان التميز جوه عقلك وجوه شخصك مش جوه حد تاني. فانا لو اقتنعت بالفكره دي انا عمري ما هزعل على حاجه ولا هندم على حاجه، لان انا القيمه جوايا، انا القيمه، انا الجوهر، انا اللي هصنع الشيء. فمش الكليه هي اللي كانت هتضيف لي مينينج ولا حاجه، انا المينينج. هي الكليه بتبص لها وحش، انا بقى جواها هحقق التميز اللي ممكن غيرك ما يحققهوش في الكليه الكبيره اللي انت كنت متوقع ان انت هتدخلها. زي ما قلت لكم قبل كده، كل واحد فينا في السيلف استيم والسيلف اويرنس، قلنا الكلام ده، كل واحد فينا بصمه مميزه لا يمكن ان تتكرر. لازم انت من جواك، مش مجرد كلام، تبقى مقتنع من جوه قلبك وجوه عقلك بالكلمتين دول، ان انت مفيش زيك، مفيش، في طريقتك، في شخصيتك، في قدرتك، في اللي انت تقدر تصنعه، مفيش زيك على وجه الارض. لو انت اقتنعت ايمان يقين بالجمله دي، انت هتحقق مستحيل في اي حاجه. المستحيل هو عباره عن ايمان بالقدره، يعني هتحققه بايمانك بقدرتك، مهما كان راي اللي حواليك فيك، مهما كان تكسيرهم فيك، مهما كان انتقاداتهم ليك، انت تقدر بتميزك واخلاصك واتقانك وعلاقتك طبعا بربنا قبل كل شيء تحقق اللي غيرك كتير ما قدرش يحققه في الكليات اللي انت كنت عايز تدخلها وفاكر ان هي ما فيش زيها وانها الامل. لا، النجاح بيتحقق في اي مكان يا جماعه. الراجل اللي بيكنس الشارع اللي قدامنا هناك ده، هو يعني ممكن يبقى شخص ناجح ومتميز جدا في طريقته، في شغله، في اتقانه، في الرضا اللي في نفسه. فهي الفكره كلها جواك، مش بره، مش في الكليه، مش في نوع الكليه، مش في اسم الكليه، مش في الناس اللي حواليك بيقولوا ايه، جوه عقلك وقلبك انت. اقتنعت بقدرتك وتميزك واشتغلت على نفسك وصدقت نفسك، هتوصل لأبعد ما يمكن أن تتصوره بقدرة ربنا، هيفتح لك الأبواب. اقتنعت بأن أنت بقى هي كده ومشي الحال وإحنا حظنا ومش عارفة إيه والكلام السلبي اللي بنقعد نقوله كتير، مش هتوصل لحاجة، هتدنك تدور في فلك عدم الرضا والسلبية اللي مش هيوصلك لحاجة. دي كانت نقطة بس خارج نطاق المحاضرة حبيت أقولها لكم، للي يستفيد، للي هيفتح عقله ويقدر يستفيد. ربنا يصلح حالكم جميعا. فاحنا بنتكلم كمان على السوشيال افيليشن، هو الانتماء، ان انا بدخل جوه جروب عشان الانتماء، وبدخل جوه جروب عشان اعمل باور، وده كان احد الانواع. طيب خدت بقى من خبره رشا، هاخد منها الستيجز. يعني اولا احنا ما بنكونش الجروب كده مره واحده، الجروب بيبقى له عده مراحل. ايه هم المراحل دي؟ زي ما انتم شايفين قدامكم، اول حاجه جروب ديفلوبمنت، الفورمينج ستيج. فورمينج يعني من اسمها التكوين، يعني لسه بنكون الجروب كده، بنتعرف على بعض، انت مين، اسمك ايه، فلانه، اه، وانت اسمك ايه، فلان، اه، انت سنه اولى، اه، انت معانا يا فلان في سنه اولى، اه، طب الحقوني يا جماعه، انا لسه زي زمايلكم ما كانوا جايين متاخرين، انا لسه جاي انضمتش للجروب، خدوا رقمي وضيفوني معاكم. احنا في مرحله الفورمينج اللي بتتم في اول ما بنعرف بعض كلنا في الاول، ولسه بنتعارف وناخد ارقام بعض بنكون الجروب لسه. تاني مرحله بقى حاجه اسمها ستورمينج. يعني ايه ستورمينج؟ بنتخانق. الستورم معناها عاصفه، وهي فعلا بتبقى مرحله عاصفه. خلاص كوننا الجروب وبقينا مثلا 60 زي ما احنا كده في جروب سيكشن 6، بنبدا نتخانق. انت بتبص لي كده ليه؟ لا انت قلت كذا، انت قصدك تضايقني، لا هو انت فاكر نفسك احسن مننا. كل واحد بقى بيبدا يفهم التاني غلط، ويحصل تفاعلات عاصفه بيحصل فيها مشاكل كتير. لا انت هتعمل نفسك ليدر علينا ولا ايه؟ ما تكلمناش بالطريقه دي، احنا اصلا مش موافقين ان انت تبقى ليدر علينا. لا، وهكذا نبدا نتيجه اختلافاتنا الشخصيه وعدم فهمنا البعض في البدايه، يحصل كونفليكتس كتيره جدا في المرحله اسمها ستورمينج. دي لازم بتحصل. المراحل اللي بقول لكم عليها دي بتحصل في اي جروب، مش بس جروبات العمل او جروبات الدراسه، يعني حتى الجروبات الوديه او الانفورمال
زي الأصدقاء، حتى أنت وصاحبتك الأول بنعمل فورمينج، بنتعرف على بعض، اسمك إيه؟ اسمي فلانة. وأنت اسمك إيه؟ اسمي فلانة. لا أنا استريحت لك أوي أول ما شفتك، مش عارفة إيه، بنعمل فورمينج بقى، خدي رقمي وآخد رقمك، ونقعد جنب بعض في المحاضرات، خلاص بنكون الجروب. وبعدين ندخل في الستورمينج، إيه ده أنت قلتي لي كذا والكلمة دي ضايقتني، لا أنت على فكرة ما حجزتليش مكان جنبك في المحاضرة، أنت مش مهتمية بيا، نبدأ نتخانق. الستورمينج لازم، الحاجات دي بتحصل في أي علاقة، في أي فريندشيب، في أي اتنين متجوزين، في أي جروب، أي جروب دي مراحل أساسية. طيب بعد ما نتخانق بقى إيه اللي بيحصل؟ نبدأ من كتر الخناقات المتكررة في مرحلة الستورمينج والكونفليكتس اللي بتمر بيها، نوصل نهدى بقى شوية، نبدأ نحل أمورنا بقى. طيب ما يا جماعة انتوا بتتخانقوا ليه؟ لا عشان انت بتكلمنا كليدر بطريقة حادة شوية. طيب يبدأ هو يعدل من طريقته في النورمينج ستيج. طيب عايزين توزيع مهام، كل واحد يبقى عارف ايه اللي هيقوم بيه، فنبدأ نوزع المهام عشان ما يحصلش مشاكل. طيب عايزين تايم مانجمنت، نبدأ الساعة كذا وننتهي الساعة كذا عشان عندنا محاضرات تانية، فنبدأ نحط وقت للمحاضرات أكثر دقة ونحل. يبقى النورمينج المرحلة جاي من اسمها نورم، يعني نورم يعني خلاص بقى دخلنا لمرحلة الراحة والاعتياد، الروتين بقى هيشتغل خلاص، عرفنا مشاكلنا وحليناها وهنمشي على الروتين بتاعنا. تيجي بعد كده بقى، بعد ما نعمل نورمينج واتفقنا، هنسميها مرحلة الاتفاق، هندخل للمرحلة اللي بعدها اللي اسمها performing. يعني ايه performing؟ الأداء. الأداء يعني خلاص بقى نوصل لأعلى أداء بقى، بعد ما اتفقنا وحلنا مشاكلنا في النورمينج، تعالوا نشتغل بقى عشان نحسن الأداء، فتلاقينا بنوصل لأعلى أداء. أعتقد إن انتوا حاليا وداخلين على مرحلة البرفورمينج، اللي هو خلاص ما عادش في وقت للخناقات، وخلاص اتعودنا على بعض وفهمنا شخصيات بعض، وكل واحد بقى عارف يتكلم ازاي ويتعامل معاه ازاي، ويكلم مين وما يكلمش مين، وهكذا بقينا عارفين طبيعة التفاعلات بينا، فالأداء بيعلى نتيجة ان المشاكل بتقل والتفاهم بيزيد، فالأداء بيعلى، فتوصلوا لأعلى مراحل الأداء البرفورمينج. اعتقد ان هي من المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ليكم، مرحلة البرفورمينج، وانتوا هتلاحظوها ان مشاكلكم من بعض قلت، بتتفاهموا مع بعض اكتر، بتحرصوا على مصلحة بعض أكتر، التعاون بيزيد. هندخل على مرحلة ما قبل الامتحانات، كله هيذاكر هيكثف أوقات المذاكرة، وهيكثف التعاون مع زميله عشان نوصل في الآخر لأعلى ريزلت، هو ده هدفنا في الآخر. طيب خلصنا بقى مرحلة البرفورمينج وخلصنا المذاكرة على خير الحمد لله، والامتحان إن شاء الله تعدي على خير، وخلصنا الامتحانات بقى بنهاية آخر امتحان في السنة الأولى، هنعمل حاجة اسمها مرحلة المورنينج أو الأجورنينج. مورنينج أو الأجورنينج الإنهاء، خلاص الجروب كده أدى مهمته وحققنا أعلى على قدر الإمكان، لازم بقى إيه ننهي، لأن خلاص الهدف بتاعه انتهى، سنة أولى انتهت والامتحانات انتهت، وإن شاء الله نطلع سنة تانية ونعمل جروب جديد بقى، ونمر بمراحل جروب جديدة ونسميه جروب سنة تانية. لو هم نفس الناس طبعا اللي في اولى رايحين تانية، هيسهل عليكم طبعا مراحل تطور الجروب من الاول، لان انتوا عارفين بعض من الاول. لو دخل عليكم عناصر جديده في سنه تانية، هتمروا بمراحل جديده من الجروب ديفلوبمنت، او لو انتوا كسيكشن بقى ما بقيتوش نفس الناس مع بعض، هم ورحتوا سيكشن جديد، هتعملوا جروب جديد في سيكشن جديد، هتمروا بنفس المراحل تاني. يبقى اي جروب لازم يمر، اي جروب جديد يعني لازم يمر بالمراحل دي، هناخدهم واحدة واحدة ونشرحهم. أول مرحلة مرحلة الفورمينج، وهنحط لكل مرحلة التايتل بتاعها اللي احنا سميناها مرحلة التكوين. فبيقول ايه الأسئلة اللي بتطرح في What is going on here؟ هتعملوا ايه؟ خلاص احنا هناخد المثال بتاعكم بتاع الدفعة وهنمشي عليه، او بتاع سيكشن 8 سيكشن 6 ونمشي عليه. فهنقول ايه انتوا بتعملوا ايه هنا؟ هو الجروب ده معمول ليه يا شباب؟ ده اول سؤال بنسأله لبعض. ايه الاجندة؟ يعني ايه هنعمل ايه هنا؟ طيب what are the goals؟ ايه الاهداف؟ يبقى في مرحلة الفورمينج بنسأل بعض ايه الهدف من الجروب ده؟ وهو the leader؟
انا اول ما بدخل اقول لكم انا عايزه ليدر، عايزه ليدر للجروب ده، في اللي احنا لسه في الفورمينج. هو ار ذيس بيبول، مين الناس دي، مين اللي هناك ده، مين اللي كل شويه يسال في المحاضرات ده، بتقعدوا تسالوا بعض كده، مين البنت اللي داخله بتبص لنا بقرف دي ومش عاجبينها، مين مش عارفه ايه، مين، نبدا نتعرف على بعض. هو ذا بيبول، هو ار ذيس بيبول، مين دول، وات دو يو نو، تعرف ايه. نبدا بقى كل واحد يستكشف معلومات الاخر، كل واحد، وانتوا بتعملوا كده على فكره، يشوف مين زميله اللي ايه اللي شاطر، مين زميله اللي نص نص، مين زميله اللي ما يعرفش حاجه خالص. كل واحد بقى بيعمل حساباته في اللحظه دي. هو will be accepted، لا will I be accepted، يعني افكر انا بينه، هل هم هيقبلوني، هل انا لو اتكلمت في وسطهم هيبقى كلامي مقبول والناس هتتفهمني وتقبلني، ولا هبقى rejected، مرفوض. المفروض دي اسئله احنا بنسالها لنفسينا في مرحله الفورمينج. يعني can I add value، هقدر اساعدهم في حاجه، هقدر اضيف حاجه، ولا هبقى شخص كده ملوش لازمه في الجروب. يبقى الفورمينج ستيج هي مرحله الاسئله اللي هي خاصه بي البدايه، ايه هي البدايه، يعني ايه الاهداف بتاعتنا، ايه الاجنده، مين الناس دي، هيقبلوني ولا لا، كل دي تساؤلات بتدور في ذهننا في مرحله الفورمينج او التكوين. طب ايه الايموشنال كاركترستكس بتاعه المرحله دي، يعني ايه ايموشنال كاركترستكس، يعني بنبقى حاسين ايه في مرحله الفورمينج. ده اللي انا سالته رشا، بيبقى كلنا في اي مرحله جديده او جروب جديد بيتكون، في اي في بدايه تكوين الجروب خاصه، بنحس بالانكزايتي، قلق، فير، خوف، اكزايتمنت، يعني اثاره، منتظر اشوف ايه اللي هيحصل بقى، ايه الجروب ده، نظامه ايه، ايه اللي هيحصل فيه، الدكتوره دي هتقول لنا ايه، هتعمل ايه، هيبقى شغلها عامل ازاي، وزمايلي دول هيبقوا متعاونين ولا لا. في اكزايتمنت، في حاجه من الاثاره او الشغف، انكمفورتبل، مش مستريح، ببقى داخل مش مستريح. ليه مش مستريح؟ لانه داخل على حاجه غامضه، لسه فيج، لسه الامور مش واضحه بالنسبه له. يبقى لازم تركزوا يا شباب في كل مرحله ايه الاهداف بتاعتها، وايه الايموشنال كاركترستكس بتاعتها، وايه هي التاسكس بتاعت الليدر وبتاعت الممبرز في المرحله دي. طيب البيهيفير كاركترستكس، يعني احنا كده سلوكياتنا هتبقى عامله ازاي. بصوا بقى على نفسكم اللي انتوا كنتوا بتعملوه، كلكم كنتوا بتعملوا كده، بينج نويزي، دوشه، نويز، بنتكلم كتير، بنسال كتير، بنتعرف على بعض، مش فده كله بيعمل نوع من الصوت العالي والدوشه. سيتنج سيليان، بعض الناس بتقعد ساكته زي ما رشا قالت لكم كده، مش عايزه اتعامل مع حد، مش عايزه اتكلم حد، بتختار ان هي في البدايه تبقى كده. ليه؟ بتبقى نوع من السكيورتي شويه لغايه ما اتعرف على الناس اكتر. هايلي اكتيف، البعض الاخر بيبقى هايلي اكتيف، يجي بقى يدخل كده ويقول لهم ايه من نفسه، لسه ما نعرفش بعض، تلاقي دايما تلاقي فيه واحد اتنين او عدد كده يقول ازيكم عاملين ايه، انا فلان، ازيك، عمال يتعرف على الناس كلها من نفسه من غير ما حد يساله ولا يكلمه، هو كده منطلق مع نفسه وعمال يتعرف، وانت اسمك ايه، وانت منين، وانت اسمك ايه، طب اقول لكم ايه، ما تيجوا نعمل جروب على الواتس ونسميه كذا، طب اقول لكم ايه، ما تيجوا نكلم الدكتوره في كذا. فيبدا ياخد دور الليدر ويجمع الناس من غير ما يقصد، لانه بيبقى شخص هايلي اكتيف. يعني مش كل الناس في بدايه الجروب او في مرحله الفورمنج بيبقوا ساكتين مش عايزين يتعاملوا، ومش كلهم بيبقوا نويزي وبيعملوا دوشه وخلاص، لا، في ناس بتبقى اكتيف وبتاخد دور الليدر وبتظبط الدنيا في البدايه. احنا لسه في مرحله الفورمينج، انا مش عايزه اقول لكم قولوا خبراتكم كممبرز وكليدرز، لان انا عملت الرول بلاي ده او عملت الدسكشن دي في المعهد، لاني بدي نفس المحاضرات في المعهد، فطبعا طلعت اللي وقفت الليدر يعني، وقلت كل واحد انت قول الرول بتاعك في مرحلة الفورمينج، وهم يقولوا الفيدباك بتاعهم كممبرز، مسكوا الولد قطعوه يعني، مش عايزة اقول لكم يعني، كنت بحوش ما بينهم هم كانوا معترضين عليه كليدر يعني، فبلاش يعمل كده معاكم دلوقتي. الرول اوف ممبرز في مرحلة الفورمينج اكسبريس الفيلينج، ان هم بيبدأوا يقولوا احنا متضايقين، الدنيا مالها ملخبطه كده، ليه احنا مش فاهمين حاجه، طب ايه اللي هيحصل، فهم بيبقوا قلقانين وبيعبروا عن مشاعرهم. اسك كويستشنز، دورهم بيسالوا اسئله كتير جدا،
يا دكتور هو احنا النجاح من كام؟ طب عندنا كام كويز؟ طب درجة الكويز كام؟ طب كام محاضرة في الترم؟ طب مواعيد المحاضرات، طب الغياب هتاخديه الساعة، وهكذا. بتلاقيهم اسك كويشنز كتيرة جدا، ان ده بداية الجروب، عايزين يعرفوا معلومات كتير. بيبقوا اكتيف ليسنر، يعني بيبقوا مستمعين جيد، يعني تقول لهم حاجة يسمع كويس قوي لانه عايز يعرف. الرول اوف كونداكتور، كونداكتور هنا بمعنى الليدر يا شباب، يعني زي مثلا معاكم كده في بداية الجروب لما بدأنا محاضرات خالص. الرول بتاعي في البداية answer questions، انكم تسألوا اسئلة كتير وانا ارد. جود موديل، ابقى موديل ليكم، يعني اقول عايزة التزام في المواعيد ابقى انا بلتزم في المواعيد، عايزة اتقان للشغل ابقى انا بتقن الشغل، لازم ابقى جود موديل، انا نموذج ليكم. يعني سولف بروبلمز، يعني لو في مشكلة بحلها. كيب ذا جروب سيف، احافظ على امان الجروب، ما خليش حد يجرح حد بكلمه، ما حدش يضايق حد، ده مهمه الليدر. ديفلوب التراست ريليشن شيب، ببني ثقه بيني من خلال انا بقول ابقى سنسير، ابقى صادقه، ابقى حاجات كتير. يبقى ده الرول اوف ذا ليدر في المرحله دي. خلصنا المرحله الاولى. يبقى لو حد فيكم هيلخص لي مرحله الفورم عشان بس احس ان انتوا معايا وفاهميني، هيلخصها لنا ازاي؟ ما هذا الصمت الرهيب، لا إله إلا الله. قول اللي فتح المايك، اتفضل. بصي يا دكتور، المرحلة دي أول حاجة ببقى بجمع فيها معلومات كتيرة عن الجروب اللي أنا داخلة فيه، مش ببقى عارفة أي حاجة، فعايزة معلومات كتير، بسمع كتير عشان أخد المعلومة الصح. بيبقى المشاعر بتاعتي فيها خوف وقلق، التصرفات بتاعتي في ممكن أكون شخص بيتفاعل بشكل أكبر، أو ممكن بيزعج اللي حواليه مثلا، وبيتعرف على ده ويتعرف على ده، أو بيبقى ساكت مثلا، اللي هو النوع يبقى ساكت في أول أي ريليشن شيب. دوري تمام إن أنا أعبر عن مشاعري، أقول رأيي في الشخص اللي هو الليدر مثلا، بسأل أسئلة زي ما قلت في الأول ماشي، وبس. أما بقى ask questions تمام. صوتك قطع معلش، سمعني كده يا دكتور؟ كده سمعك. اه أما بقى دور الليدر، برضو أنا بسأله شوية أسئلة، لازم هو يكون نموذجي لينا، لازم تكون في أيوة. بيننا وبين الفريق كله وبين الليدر برضو، أخلي الجروب مشاكل مفهوش أي حاجة تحصل تبقى مش يعني تبقى مش صح، بحل اي مشكله تحصل في الجروب بتاعي بس. تمام، شكرا. شكرا ليكي. اسمك ايه؟ اسراء. شكرا يا اسراء. زي ما اسراء قالت كده تقريبا لخصت لنا الفورمينج ستيج بالظبط. يبقى ندخل بقى على المرحله اللي بعدها، مرحله الستورمينج. ودايما يفتكروا ستورم يعني عاصفه، وستورمينج يعني المرحله العاصفه اللي فيها الكونفليكتس والمشاكل كتير. بقى ليه بتحصل المشاكل؟ لان بيبقى فيه اسئله كتير بقى، وبيبقى كل واحد عايز يفرض الكنترول بتاعه. في مرحله الستورمينج كل واحد عايز يبقى هو المتحكم في الجروب، فبنبدا نقول هو از ان كنترول، مين بقى اللي هيدي الاوامر ومين اللي هينفذ؟ لا انت مالكش ان انت تدينا اوامر انت، وهكذا تبدا الصراعات تنشا من مرحله مين اللي معاه الباور. طيب وات از in it for me، هتديني ايه؟ يعني انت هتفيدني بايه؟ عارفين الجملة دي معناها ايه؟ يعني هتفيدني بايه؟ do I have to do it، انا مش مضطر اعمل كده، مش مضطر احضر المحاضرات دي، يعني مش حاضرة. طيب مش حاضر الكويز، طب هنعمل يا ابني جروب للاساينمنت، مطلوب مننا واحد اتنين تلاتة، لا اشتغلوا انتوا، انا مش عامل، انا هاخد الدرجة على الجهز.
do I have to do it؟ أنا مش مضطر أعمل كده. طبعا أنت مضطر تعمل كده، وهقول لك في موضوع الأسايمنت كمان شوي. How much authority does the leader have؟ إلى أي مدى له authority؟ لأن الأثورتي بتاعت الليدر دي بتفرق كتير. لو هو له أثورتي يعني يقدر يعمل، يقدر يعاقب، يقدر يكافئ، بتفرق كتير عن ليدر ملوش أثورتي. How much authority do I have؟ أنا كممبر السلطة بتاعتي. يبقى الستورمينج ستيج بيحصل فيها كونفليكس كتير، تبقى نتيجة إن إحنا بنتخانق مين اللي عنده الكنترول، مين اللي بيقدر يتحكم. يا دكتور مش كده في الجزئين إن الواحد بيبحث عن ذاته في الجروب ده؟ هو مش بيبحث عن ذاته، هو بيبحث عن الكنترول، بيبحث عن الباور. خلوا بالكم من نقطة، إن دايما في العلاقات لما بندخل في علاقة في أطراف بتحب دايما تثبت الباور، إنها المتحكمة، إنها اللي عاملة كنترول. اللي يحل النقطة دي بقى، اللي يحلها يبقى في رولز محددة لكل فرد. لا، أنت مهمتك كذا، وأنت مهمتك كذا، وأنت مهمتك محد فين المايك بعد إذنك، محدش بيتعدى على مهام الشخص الآخر. لو في ليدر عنده authority وassertive حازم، هيقدر يحكم الموضوع ده كويس عشان ما يحصلش منه conflict. لو الليدر مش assertive، not assertive ولوز قوي، non assertive ولوز، هيبدأ الممبرز اوف جروب يتعدوا على ادوار بعض، كل واحد فيهم يحاول يسيطر ويتحكم في الاخر، يتعدى على حدود الاخر، قد يتعدوا على حدود الليدر نفسه، يتعدوا عليه وهو مش هيقدر يعمل كنترول، وتبقى مشكلة. عشان كده وانا قلت لكم في البداية النورمز والستاندرد اللي بنمشي عليها، يعني الصح والغلط والمعايير ومين ملتزم بايه، مهمة جدا عشان الجروب ينجح. والليدر اللوز اللي هو يعني سايب الدنيا كده فوضى، ده مش حاجة كويسة على فكرة. يعني انا دايما عن نفسي على مستوى الشخصي اقول، لو ليدر اسميه ايه، متسلط شوية او شديد شوية، عندي احسن من ليدر لوز سايب الدنيا فوضى. الليدر الشديد شوية على الأقل ظابط الدنيا ومحدد مهام كل واحد ومحدش بتعدى على التاني، إنما الليدر اللي سايب الدنيا فوضى الناس ما بتلتزمش من نفسها بحدودها، لازم يبقى في حاجة بتلزمها. فهتلاقي كل فرد تعدى على دور الآخر وعلى حدوده، أخلاقيا يتعدى عليه بالكلام وبالفعل وبغيره. فبالتالي هي مرحلة الستورمينج، انت بتقولي لي هي مرحلة بدور على نفسي في جروب، لا، هي مرحلة مين يفرض الرول بتاعه في جروب، مين المفروض يعمل ايه. ولذلك بيبقى الكاركترستكس او الايموشنال كاركترستكس بتاعتها انكزايتي، قلق طبعا، لان بنتخانق. هوستيليتي، يعني ايه هوستيليتي؟ يعني عدائية، بيبقى في مشاعر عدائية، ده مش طايق ده وده مش طايق ده، وكلنا مش طايقين الليدر، في مشاعر من الهوستيليتي العدائيه. ديفنسيفنس، في ناس بتدافع عن نفسها، يقول له لا انت قصدك كذا، يقول له لا انا ما كانش قصدي كذا، ده انا قصدي كذا كذا. ديفنسيف، كلنا عمالين ندافع عن بعض. انجر طبعا، غضب، بروجكشن، اسقاط. طب الرول اوف ممبرز ايه في المرحله دي؟ تيك نوتس. تيك نوتس يعني لو عنده اي ملاحظه بيسجلها. في ريسبونسبل، يعني لازم تشعر ان انت مسؤول وليك رول معين ما تتعدهوش لو سمحت. انت من الاول اخترت ان انت تبقى ممبر ما تبقاش ليدر، فما تتعدهوش على دور الليدر. انت دورك في البحث ان انت تحقق الاوت لاين الفلانيه، فما تتعداش على دور حد تاني وتقوم بمهمتك، ما تاثرش فيها. لازم تبقى شخص ريسبونسبل، مسؤول. اورجنايز الثوتس، يبدا ينظم افكاره بقى. الرول اوف كوندكتور مهم قوي هنا، الليدر مهم قوي في الستورمنج دي. اول حاجه بي اوير ويز اول جروب ممبرز، لازم يبقى مصحصح واخد باله من كل الناس، عارف مين اللي بيعمل مكايد في زمايله، عارف مين اللي مقصر في شغله ما بيعملهوش، عارف مين اللي بيحاول يتعدى حدوده، عارف مين اللي بيحاول يتعدى عليه هو شخصيا. لازم يبقى شخص زي ما بنقول كده مصحصح، بي اوير اوف اول جروب ممبرز. طيب prevent destructive event، من مهمته ان يمنع الاحداث الكونفليكت اللي ممكن تحصل. يعني قبل ما الناس تتخانق مع بعضها، يلاقي مثلا سين بتخانق مع صاد، ايه
المشكله كذا كذا، يقول له لا انت الرول بتاعك كذا وانت الرول بتاعك كذا، ما تتعدوش على بعض، يبقى بريفنت الكونفليكت. هيلب جروب تو بي كالم، لان المرحله دي بتبقى مرحله الخناقات بمعنى اصح الكونفليكت، فهو يبدا يحل الكونفليكت والمشاكل اللي بتحصل وبيساعدهم ان هم يبقوا هادين. هيحل المشاكل ازاي الليدر؟ بالنورمز والستاندرد والرولز، بالقواعد، يبدا يحط قواعد تنظم دور كل واحد في الجروب ايه، اللي هي المفروض محطوطه من الاول على فكره. يعني حاضر حاضر هرجع لك، يعني الرولز دي المفروض محطوطه من الاول يا شباب. امال ليه بيتخانقوا؟ ان ما حدش بيلتزم بالرولز الا لما تفرض، يعني هم بيحاولوا يتعدوا على ادوار بعض، لازم توقفهم، تحط ليميتس، حدود ليهم. اتفضلي. طب اقول في الجزء بتاع الممبرز ده التيك نوتس، مش شرط ان انا يعني اكتب ملاحظاتها اللي يعني الحاجه اللي بتحصل في المرحله دي، او بس انا ممكن مثلا تبقى في خناقه في الجروب، انا ملاحظه مين اللي بيتخانق ومين الغلطان ومين اللي بيعمل، صح؟ او في مش لازم تيك نوتس انك تكتبيها، لا تيك نوتس اللي انت نفسك يبقى عندك وجهة نظر تعلقي، يعني زي ما انت ما بتقولي اب انا واخدة بالي مين اللي عنده حق ومين اللي ما عندوش حق والمفروض الصح ايه. تيك نوتس او ان انا اسجل في دماغي ان احنا دلوقتي بنمر بمشاكل، واحد اتنين تلاتة، عايزين نحل المشاكل دي، مش لازم تبقى النوتس على الناس اللي بتتخانق يعني. يبقى تيك نوتس، برافو عليكي، مش لازم ان انا هكتب، تيك نوتس لنفسي في ذهني في فكري يعني. دي الستورمينج. ممكن حد يلخص لنا الستورمينج سريعا؟ الخاصة تلخصيها انت لسه قايله صح؟ معلش، ممكن حد تاني بس نسمع ناس جديده. قول يا دكتور علي. محمد أحمد تفضل يا أحمد. هي المرحلة دي اللي هي تكون مرحلة الصراع بين أعضاء الجروب، إن كل واحد فيهم بيفرض شخصيته على التاني، وكله عايز يتحكم في الجروب ويتحكم في الأشخاص، فهي بتكون أيوة. كل خلاصة الموضوع يعني هي مرحلة الصراع بين الأعضاء. طيب إيه الإيموشنال كاركترستكس للمرحلة دي؟ يعني بيبقى ايه المشاعر المسيطرة في الوقت ده؟ ان كله مشاعر مسيطرة، ان كل واحد في معزيف رد الشخصية ومشاعره، يعني بيكون في حقد شوية، ان كله الانكزايتي، الانكزايتي والانجر والهوستيليتي العدائية، بيبقى دي المشاعر المسيطرة. تمام. طيب ايه الرول اوف ليدر؟ يعمل ايه الليدر في الوقت ده؟ المفروض ان هو كل واحد يوقف عند حده، وان هو يبدا يتحكم في الجروب ويحط ستاندر، و يعني كل واحد ما يعداش الحدود، ويسولف الكونفليكت، ويسولف البروبلمز والكونفليكتس، هو يكون هو اللي بيحل المشاكل، ما يكونش حد غيره. تمام يا احمد، شكرا ليك. شكرا يا احمد. تمام، ندخل بقى على المرحلة اللي بعدها، هي مرحلة النورمينج. يعني نورمينج يعني الاتفاق، زي ما انتم شايفين ايام اوكي وار اوكي، خلاص احنا هنتفق بقى ان ايه مصلحتي ومصلحتك، انت مصلحتك هتمشي وانا مصلحتي هتمشي، نتفق مع بعض. ففي المرحلة بتاعت النورمينج دي بقى بندرك ان احنا تيم، يعني مش هينفع نقعد نتخانق، يعني لازم نمشي الحكاية عشان مصالحنا تمشي مع بعضها. دي المرحلة اللي بيحصل فيها الاتفاق، النورمينج. I trust the team. لا، احنا بنثق في بعض بقى. I feel comfortable to risk here. لا، يعني بقيت بستريح لهم، يعني يعني موجود معاهم وبشعر براحة معاهم اكتر. Safe to say what's on my mind. بتكلم بأريحية، بقيتوا بتتكلموا مع بعض من غير تحفظات زي الاول، يعني عايز تقول رأيك بتقول رأيك وانت مش متخوف من زمايلك. ليه؟ دي مرحلة النورمينج، اتعودنا على بعض. ممكن نقول النورمينج الاتفاق او التعود. I want to be here. لا، انا عايز اكمل معاهم. يعني انا لو خدت مثلا حد منكم من سيكشن 6
وقلت له تعالى هنقلك سيكشن، اي سيكشن تاني يعني، هيقول لي لا انا اتعودت على الجروب ده مش عايز انقل، انا عايز اكون هنا، I want to be here. دي مرحلة النورمينج. Let's succeed together، عايزين ننجح سوا يا جماعة، عايزين يا جماعة شكل بقى، ارجوكم اهدوا شوية عشان احنا عايزين ننجح كلنا ونشوف مصلحتنا. دي مرحلة النورمينج، عايزين نبطل مشاكل، بنبطل فعلا المشاكل ونبدأ كلنا نفكر بهدوء ان احنا تيم واحد وعايزين ننجح سوا، وان احنا بقينا مستريحين مع بعض اكتر وتعودنا على بعض. طيب ايه الكاركترستكس؟ اول حاجة sense of belonging، الانتماء. انا بقيت بشعر بالانتماء للمكان ده وللناس دي، ما ينفعش اتنقل مكان تاني، مع اني في البداية كنت مش طايقهم وبتخانق معاهم ومش طايق اجي المكان ده، بس دلوقتي اتعودت عليه، بقيت بنتمي ليهم. ال achievement، الانجاز، بنحس ان احنا في السكشن بتاعنا او في جروب الاساينمنت بتاعنا بنعمل انجاز كويس، بنشتغل بنحقق حاجة. cohesive، ترابط، بقينا مترابطين، بقينا اكننا وحدة واحدة. acceptance of individual difference، عارفين ان احنا عندنا اختلافات شخصية وبقينا بنحترم بعض، عارفين ان فلان ده بيتكلم مثلا لغة غير لغتنا، دي اختلافات شخصية بس بنحترمه وبنتفاهم معاه بطريقته. اظن انتوا جربتوا ده مع زمايلكم الوافدين، عارفين ان ثقافة غير ثقافتنا، individual difference، بس احنا بنحترمه وبنتقبله وبنتفاهم معاه، بنبدأ نلاقي أرضية مشتركة للتفاهم ما بيننا بقى. ال role of members طبعا achieve goals، بنبدأ بقى نشوف أهدافنا إيه عشان نحققها، مش هنقضيها خناقات، عايزين نحقق اللي ورانا. try to accept others، نبدأ نقبل بعض. كنا في مرحلة ال storming محدش طايق التاني وعمالين نتخانق مع بعض، بعدين بقى إيه، نبدأ اختلاف، نقبل اختلافات بعض. دي في مرحلة ال norming. feel more confident، بنحس بثقة أكبر. ليه؟ لأن إحنا بقينا جزء من الجروب، بنعمل كوحدة واحدة. offer disclosure and support، يعني ايه disclosure؟ لسه هناخد المحاضرة دي، خدناها احنا، خدناها المرة اللي فاتت صح، trust و disclosure خدناها. اه والله شكلكم ما ذاكرتوا، خدناها دكتور المرة اللي فاتت، خدناها اه. بس انا بدي نفس المحاضرات في المعهد فترتيب مختلف، فانا مش فاكرة اديتها فين. و offer disclosure and support، في المرحلة دي بنعرف الآخرين معلومات عننا، هو ده الديسكلوجر، أو نكشف معلومات أكتر عن نفسنا يعني. and support، ونساعد بعض يعني، أبدأ أعرض على زميلتي أو أنت مالك شكلك تعبانة، طب أجيب لك حاجة، طب أساعدك، طب أروحك، أجي معاك أروحك البيت، طب نوديك المستشفى، support مثلا. طيب أنت شكلك متضايق، أو أنت شكلك متضايق ليه يا ابني؟ واحد بيقول لزميله لا انا مش عارف افهم كويس، طب تعالى انا ممكن اشرحها لك. فبنبدا في مرحله النورمينج نعمل سبورت لبعض، نساعد لبعض. طيب الرول اوف كونداكتور او الليدر ايه بقى؟ سبورت جروب، بيساندهم وبيساعدهم، وهيلب جروب تو بروجريس، بيساعد الجروب انه يعني يوصل لمراحل اللي بعد كده. دي النورمينج اللي هي الاتفاق. المرحلة بقى اللي بنوصل فيها لأعلى أداء، مرحلة الإنجاز بقى، اسمها البرفورمينج، من اسمها برفورمينج يعني الأداء، أو هنحقق إنجاز بقى. إيه اللي بيحصل في المرحلة دي؟ بيقول لك I understand your strengths and challenges، بقينا عارفين بعض بقى، عارفين إيه كل واحد شاطر في إيه ومشكلته إيه. عارفين مثلا ان وفاء شاطره انها بتعرف تشرح كويس وكذا وكذا، بس عندها مشكله في الحته الفلانيه. عارفين ان رشا شاطره في انها بتعمل كذا كذا كذا، بس عندها مشكله في الحته الفلانيه، وهكذا. يبقى كل واحد فينا بقول لك ايه، عارف التاني على ايه. هي دي بقى، بقينا عارفين بعض. ليه بقى عارفين بعض؟ عشان هنستفاد من بعض. You understand my strengths and challenges، انا عارفك وانت عارفني، فنستفاد من وفاء انها بتشرح كويس، ونستفاد من رشا انها بتنظم كويس، ونستفاد من يحيى ان هو ليدر كويس. فنبدأ نشوف كل واحد هو شاطر في ايه، ونستفاد منه في الحتة اللي هو شاطر فيها، ونشوفه هو مش يعني مش متميز قوي، او الحتة الضعيفة عنده ايه، وما نجيش ناحيتها. ففهمتوا ازاي بقينا ايه، بنتعامل مع بعض بذكاء اكتر. We pool our strengths to accomplish goals، بنجمع قوتنا مع بعض. بول يعني بنجمعها،
قوة يحيى كليدر وناخد شطارة وفاء كشرح وناخد organization بتاع رشا وناخد التفهيم بتاع محمد وناخد solving problems بتاع مثلا أحمد ومش عارفة مثلا أفنان بتحللنا المشاكل وبتوفق بين الناس، فيبقى كل واحد بيعمل حاجة ونجمع قوتنا مع بعض فتلاقي الدنيا مشيت بشكل أحسن وحققنا إنجاز. We want to excel as a team. عايزين كلنا كتيم ننجح يا جماعة. Highly productive. نحقق أعلى إنتاجية ممكنة. Let's help each other to be even better. بنساعد بعض. خلاص ما بقاش في مشاكل ما بيننا. ما بقاش بنتخانق. احنا بقينا في مرحلة عايزين ننجح ونعدي. فاللي بيقع احنا بنشيله معانا عشان ما ينفعش يقع. يعني أحيانا ألاقي منكم ناس جايين يكلموني يقولوا لي فلان غاب من الكويز. والنبي يا دكتورة تديله فرصة تانية. ومش بتكلم عن زميله، بس هو بيسبورت زميله. هي دي مرحلة البرفورمينج، النورمينج والبرفورمينج. نحنا بنبدأ نساعد بعض. أو فلان يا دكتورة زي مثلا بعض زمايلكوا يجي في غاب عشان عنده ظروف، هو احنا ممكن نشيل له الغياب بتاع المحاضرة دي؟ help each other، بيساعده عشان احنا عايزين ننجح كلنا كتيم مع بعض، مش عايزين حد يقع مننا، وده اللي انتوا بتوصلوا له في النهاية. We will succeed. يعني احنا هننجح ان شاء الله. تقعدوا تقولوا لبعض كده ما تقلقش احنا هننجح ان شاء الله. يبقى مرحلة البرفورمينج هي مرحلة اللي احنا بنبقى عايزين نوصل فيها لأعلى نجاح، وبنساعد بعض كلنا عشان نحقق النجاح ده. الكاركترستكس بقى بتاعت المرحلة دي: maturity and group work. بنبقى وصلنا لمرحلة من النضج، بنبقى ناس عقلنا كده وبقينا ناضجين وبطلنا مشاكل وبطلنا صراعات مع بعض وبنساعد بعض، فتلاقي في مرحله من الماتيوريتي النضج. لاف الحب، بقينا بنحب بعض ونخاف على مصلحه بعض ونزعل لو حد مننا مثلا، دي مرحله اسمها لاف. سيفتي نشعر بالامان. شير فيلينجز بنشارك مشاعرنا مع بعض. سكيورتي انسايت. بقول في بعض الريجكشن او الانجر او السادنس ممكن يحصل لو احنا بقى ايه بنستعد لمرحله التيرمينيشن يعني، واللي هنقولها فيما بعد. يبقى اهم ما يميز مرحله البرفورمينج ان هي بتبقى فيها السيفتي واللاف والسيكيورتي والماتيوريتي. خلاص وصلنا لاعلى مراحل الاتشيفمنت او الانتراكشن. لازم نقول بقى الرول اوف ميمبرز هنا ايه. ability to work هي دي مرحله الشغل، عشان كده قلت انتوا داخلين على البرفورمينج دلوقتي. ليه؟ لان مرحله الورك هتلاقوا نفسكم بتشتغلوا وبتذاكروا بطريقه قويه جدا طول الوقت وبتعملوا ابحاث وبتذاكروا عشان كويزز، فدي مرحله الورك. دايركت فيدباك، بندي بعض فيدباك. ايه عملت ايه في الامتحان؟ لا عملت كويس. لا طب خلي بالك بقى المره الجايه من المحاضره الفلانيه، ده كويز هيجي في كذا. يبقى بندي بعض فيدباك. تراست ريليشن شيب، بنثق في بعض اكتر. طب الرول اوف ليدر، فولو ذا بروسس هيلب ديفلوبمنت اند بروجريس. ماشي، نيجي بقى لاخر مرحله خالص، ها اللي هي مرحله التيرمينيشن. حققنا بقى النجاح اللي احنا كنا عايزينه في مرحله البرفورمينج وعملنا اعلى اداء وتعاوننا مع بعض وعملنا سبورت ايتش اذر وحلينا مشاكلنا وكل حاجه. نيجي بقى في مرحله اسمها المورنينج او الادجورنينج او التيرمينيشن، الثلاثه بمعنى واحد: مورنينج، ادجورنينج، تيرمينيشن. قال لك الميشن اكومبليشد، حققنا هدفنا. ليتس سيليبريت، يلا نحتفل بقى، يعني خلاص امتحنا ونجحنا او حلينا كويس في الامتحانات وعارفين ان احنا بامر الله هننجح، فيلا نحتفل بقى احنا نجحنا ونقعد نهني بعض مبروك مبروك ونشوف تقديرات بعض، ده جاب ايه وده جاب ايه وده جاب ايه. طيب honor appreciate each other، بنقدر بعضنا. والله يا فلانة انت كنت انسانة كويسة جدا، بنشكرك جدا. والله يا فلان يا ليدر انت ساعدتنا كتير فاحنا بنشكرك جدا. ونبدأ نعمل appreciation يعني بنقدر بعض. say goodbye، مع السلامة، نقول لبعض مع السلامة ونشوف بعض على خير بقى. فوند ميموريز، نبدأ نسترجع ذكرياتنا. أنا فاكر يوم كذا لما تقابلنا في أول الترم.
طب فاكر امتحان كذا لما كان امتحان صعب؟ يا اخي ده الحمد لله ان ربنا عداها. طب فاكر فلان ده لما عمل كذا كذا؟ ونقعد نضحك بقى. يبقى دي مرحله الميموريز، مرحله اللي احنا بنسترجع ذكرياتنا بقى عن الجروب. رول اوف ميمبرز، سبورت ايتش اذر، بنبدا بنسلم على بعض ونحضن بعض وكانه نوع من السبورت ان احنا نفارق بعض يعني. اكستشينج فون نمبرز، لو ما كناش بعض نبدا ناخدها. اند ادرس والعناوين، ده لو مش هنقابل بعض تاني يعني، لو جروبات مش هنقابل بعض تاني، انما انتوا ان شاء الله مكملين مع بعض فافتكر عادي بقى. رول اوف كونداكتور، السبورت طبعا، الليدر لازم يبقى رول هنا انه لازم يعمل سبورت، لازم يودع الناس وداع كويس، لازم يشكر الجميع على مجهوداتهم، ولازم يثني على كل حد عمل حاجة كويسة، ولازم ينهي الجروب بطريقة فيها نوع من السبورت الدعم، مش يسيبهم كده ويمشي من غير كلام. encourage them to be a group forever، ويشجعهم ان هم يستمروا على علاقاتهم ببعض طول العمر بقى. دي كانت اخر مرحلة اللي هي مرحلة التيرمينيشن او المورنينج او الاجورنينج، واظن هي مرحلة مميزة جدا. انتوا على عن نفسكم لما بتوصلوا لها هتزعلوا قوي، على قد التفاعلات اللي بتتم ما بينكم اثناء الدراسة، سواء كانت تفاعلات ايجابيه او سلبيه، الخناقات والكونفليكت اللي بتحصل، بس لما بتوصلوا لمرحله التيرمينيشن الناس بتزعل قوي، في ناس بتعيط، وفي ناس بيحصلها مشاعل جريف، جريف يعني حزن او لوعه كده، وفي ناس بيحصلها دينايل، انكار، هي مش مصدقه ان هي مش هتشوف صاحبتها دي تاني. ممكن ده تحسوه اكتر في بعد الامتياز او سنه رابعه، انما انتوا كمانكم مكملين مش هتحسوا بمشاعر الحزن دي قوي. طيب هنتكلم بقى عن اخر حاجه واحنا اتكلمنا عنها طول المحاضره، يعني ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر على الجروب ديفلوبمنت؟ ممكن انتوا تقولوها من فضلكم، يعني كل واحد يفكر في حاجه كده. ايه هي الفاكتورز اللي دي اخر حاجه هنقولها النهارده، ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الجروب ديفلوبمنت؟ الاوبجكتيف، الاهداف بتاعت الجروب، لو مفيش اهداف بتاعت الجروب الجروب مش هيكمل. الله ينور عليك، الاوبجكتيفز طبعا او الجولز، يبقى اللي احنا زي ما قلنا من الاول اهدافنا المشتركه اللي هتخلينا طول الوقت مكملين في الجروب عشان نسعى لتحقيقها في النهايه. تمام، البارتيسيبيشن والجود ليسننج، البارتيسيبيشن والانتر اكشن، برافو عليكي، والاكتيف ليسننج. تمام، نقول برضه الستاندرد يا دكتور، الستاندرد ممكن الجروب كله الستابيليتي. لا ما سمعتكش، معلش قول تاني. الستاندرد، مفيش معايير. طبعا طبعا الستاندرد، المعايير اللي بتحكمنا كلنا دي بتأثر على الجروب ديفلوبمنت، وزي ما زميلتكم قالت الاستابيليتي، ان لازم يبقى في استابيليتي في الجروب. الله ينور، هي قريبه شويه من الكاركترستيك. ايه كمان؟ التراست برضو، تراست، ممكن نحط مع التراست حاجة اسمها الكوهيزيفنس، الترابط، قوة الترابط ما بيننا. تمام، والنورمز اللي بتحكمنا اللي انتوا قلتوها، الكريتيسيزم، النقد، دي ما قلناهاش قبل كده. يعني ايه الكريتيسيزم؟ يعني ما يبقاش النقد، النقد احيانا بيبقى مطلوب يعني، بس يكون نقد بهدف اللي نعمل تشينج ونحسن من نفسنا، مش يبقى نقد بهدم ونقد نيجاتيف. في ناس متعودة انها تبقى نيجاتيف، تعمل نيجاتيف كريتيسيزم طول الوقت بطريقة سلبية، بطريقة تكرهك في ان انت تقوم بالمهمة اصلا، ممكن تسيب لهم الشغل كله. فالكريتيسيزم لازم يبقى بطريقة بناءة عشان ما يأثرش على الجروب. الفيلينجز، المشاعر، من العوامل اللي بتأثر على الجروب. لو في ناس معانا في الجروب مشاعرهم سيئة طول الوقت، وبقى للأسف في ناس كده في الحقيقة طول الوقت، يعني مهما الجروب عمل نورمينج وحل مشاكله واندمج، تلاقي في بعض الأشخاص كده دايما شاذين عن الجروب ومشاعرهم سلبية دايما، مش عايزين يندمجوا ويتفاعلوا. فالفيلينجز دي مهمة، مشاعر الغضب، مشاعر الكراهية، مشاعر الحقد، مشاعر الحسد، دي من الحاجات اللي بتأثر على الجروب طبعا من بعض الممبرز لو حصلت. الديس أجريمنت، طب ازاي الديس أجريمنت برضه بقى بيساعد؟
من العوامل اللي بتأثر على الجروب ديفلوبمنت الديس اجريمنت اقول لك ازاي. يعني في ناس بتبقى كل شغلتها اني اعترض، عملنا ايجابي عملنا اكيد انتوا مريتوا بالنماذج دي، انا عن نفسي مريت بها كتير، انا مش موافق، مش موافق ليه، مش عاجبني، مش عاجبك ليه، لا هو كده وخلاص، انا مش عاجبني بقى مش عدلهولي بقى، مش عاجب، مش هشتغل كده. طيب احنا لينا objectives واكوردنج للobjectives دي حددنا المهام، وفلان هيعمل كذا وفلان هيعمل كذا وانت هتعمل كذا، لا انا مش عايز كذا، طب امال انت عايز ايه، عايز كذا، طب خد كذا، طب ادينا ماشي ادينا له اللي هو عايزه، لا ده مش عاجبني ده في كذا. فتلاقي في شخصيات دي كلها نماذج اشخاص بتلاقوها في اي جروب على فكرة، هي معترضة طول الوقت، ديس اجريمنت على كل حاجة مهما كانت التاسكس عادلة واكوردنج للاوبجيكتيف وكل الجروب متفق عليها، لا هو كده هو طالع لازم يعترض وخلاص. فالديجري اوف ديس اجريمنت عامل مهم طبعا لتحسين الجروب لو هيبقى في هيئة كريتيسيزم، ولكن لهدم الجروب لو في هيئة بعترض وخلاص، انا بعترض اذا انا موجود. في الحالة دي بيؤدي لان بيحصل كونفليكت كبيرة في الجروب، وبيحاول انه يهدم الجروب على فكرة. فهمتيها؟ تمام. تمام. الديسكشن من الحاجات اللي مش قلناها، ليه الديسكشن؟ لان لو بيحصل ديسكشن ملهاش حدود او ملهاش قواعد بتحكمها، هتأثر على الافكتفنس في جروب. احنا بنتكلم ده كله في افكتفنس، خلوا بالكم، يعني كده كده الجروب قائم وشغال، بس في فرق بين جروب افكتيف وناجح، وفي فرق بين جروب اهو موجود وكل يوم نتخانق فيه وخلاص واسمه جروب. احنا فالديسكشن مهم. يعني انا عن نفسي مش بتكلم عليكم، بس الكلام ده لسه حاصل معايا من يومين في جروب اخر بدون ذكر اسمهم، جروب طلبة يعني، فبنعمل ديسكشن لامر ما يخص الظروف، فلقيت الديسكشن ان الولاد بيتكلموا بطريقة غير لائقة، يعني طريقة الديسكشن غير لائقة خالص، ملهاش علاقة باللي انت تطلب حاجة انت عايزها بان انت طريقتك تبقى غير لائقة. فلازم تحط في اللحظة دي ليميتس وستاندرد، معايير ان مقبول كذا وغير مقبول كذا، ولو عملت كذا هتتعاقب على طول. فطريقة الديسكشن اللي بتتم، الديسكشن مطلوبة وإيجابية عشان نوصل لحلول لمشاكلنا، انما الطريقة بتأثر على الجروب، فعشان كده قلنا لازم يبقى فيه ستاندرد للجروب. طيب احنا كده اتكلمنا النهارده عن حاجه مهمه جدا في حياتنا كلنا، سواء على مستوى الفورمال او الانفورمال، وهي الجروب ديفلوبمنت. قلنا يعني ايه جروب، قلنا ايه هي الكاركترستكس او الاتريبيوتس اوف جروب، قلنا ايه هي المراحل الجروب، فورمينج ستورمينج نورمينج بيرفورمينج ترمينيشن، واتكلمنا كمان عن التايبس اوف جروب في الاول، الفورمال والانفورمال، وده كل الكلام ده محل أسئلة طبعا، والفاكتورز في النهاية اللي بتأثر على الجروب ديفلوبمنت. ظريفة يعني ولطيفة، أتمنى تكون نالت فهمكم واستحسانكم وتذاكروها كويس، لأن غالبا كويس 2 هيبقى على المحاضرة دي اللي هي جروب داينامكس، والمحاضرة اللي فاتت اللي هي التراست والديسكلوجر يعني، وهبقى أكد عليكم على الجروب برضه. دكتورة أنا موعد أي سؤال يا شباب، أي سؤال في المحاضرة دكتورة أنت، بس أما أشوف في أي سؤال أي سؤال في المحاضرة بس الأول. تمام ماشي، هتكلم على الأسايمنت، حاضر صبرا بس ننهي المحاضرة أهم حاجة. طيب تمام كده مفيش أسئلة. الأسايمنت هو تم توزيع الموضوعات عليكم يعني غالبا 3 أسابيع من تاريخ توزيع الموضوعات، فانتوا توزع عليكم الموضوع يوم السبت تقريبا، فقدامكم 3 أسابيع يعني، قول بعد العيد كده بأسبوعين، يعني هستثني أسبوع العيد مش هحسبه لكم. تمام، فانتوا بعد العيد احسب أسبوعين وإن شاء الله المفروض تسلموا. طب المفروض ايه بقى الكريتيريا اللي هنسلم بها الأسايمنت؟ أنا قلت لكم أولا
هنجيب منين؟ من التكست بوك من المكتبة. فالموضوعات دي غالبا هتلاقوها في كتب السيكولوجي، في كتب الإدارة هتلاقي الموضوعات اللي احنا طالبينها دي. هتلاقوا لنا يعني كتابين أو ثلاثة كده كتب حديثة مش أقدم من 5 سنين تبقى updated. يعني الفكرة مش إن أنا أدش كلام كتير وكوبي وبيست من على النت ولزق أي حاجة وباراجرافات كتير كده، خالص خالص للأسف. يعني أنا بكره كده، واللي بلاقيه عامل كده بياخد درجة سيئة جدا. يعني أنا يهمني جدا تبقى قاري الكلام اللي أنت جايبه وملخصه، والباراجرافات كل باراجراف ما يزيدش عن 5 سطور، مغطي كل الاوتلاين. حتى انا اديتكم اوبشن، ما افتكرش يعني حد تاني بيديه، ان احنا اللي انا بقول لكم عرضوا عليا الاوتلاين قبل ما تشتغلوا. يعني هاتوا الاوتلاين من الكتب.